محاضرة النهاردة هنتكلم فيها مينلي على حاجتين، هنتكلم فيها على الكورس اللي هتاخدوه دوت الديوريشن والايم، وهنتكلم مينلي على السي بي اتش كيو سيرتيفيكت، يعني ايه سي بي اتش كيو وايه اهميتها وبنمتحن فيها ازاي وبتتكون من ايه. وركزي في الكلام ده معانا عشان هتبقى في يوم من الايام سي بي اتش كيو. طيب خلوني في الاول اسالكم، يعني انتوا ايه اللي خلاكم تدرسوا، يعني ايه اللي خلاكم دماغكم تيجوا ناحيه ان احنا نبدا ناخد كورس؟ اولا اتعرفوا حضرتك يا دكتور، دكتور محمد وجيه طب اطفال، ما شاء الله حضرتك فكرت لي في الكواليتي. ممتاز. حضرتك شغال في مستشفى خاص ولا حكومي؟ ابو الريش. يا نهار ابيض، ربنا معاكم. وحضرتك دكتوره سيلفيا اتفضلي. اكيد تمام. طيب دكتور عمرو حضرتك معانا، عايز اسمع كده اولا حضرتك ايه تخصصك، ثانيا ليه فكرت في الكواليتي؟ دكتور عمرو. حضرتك شغال في السعوديه بقالك 7 سنين وعايز تبدا تتخصص في الكواليتي. صح كده؟ طيب دكتور طارق معانا اونلاين برضو، انا برضو عايزه اعرف تخصص حضرتك ايه وليه اخترت الكواليتي. لو حضرتك مش قادر تكلمنا او مش معاك مايك استعمل الشاتنج بوكس ان انت تكتب لنا. انا اللي فاهماه من حضراتكم ان انتوا شغالين في بره مصر، اعتقد دكتور طارق برضو نفس الكلام او فهمت كده، وان انتوا بداتوا تفكروا في دراسه الكواليتي كتخصص الى جانب التخصص بتاعكم الميديكال فيلد بتاعته. طيب يعني اولا احب اقول لكم ان انتوا يعني ما شاء الله اخترتوا طريق ظريف. You have taken the right decision. Yes, quality هي اللي انا بقول عليها الموضه دلوقتي في الهيلث كير فيلد، مش بس في مصر، مش بس في الميدل ايست، ده كمان internationally worldwide. يعني امريكا نفسها بدات تفكر احنا ازاي نبدا نخلي الهيلث كير سيستم بتاعنا يتحسن. تمام. طيب خلونا نفكر كده واي كواليتي، يعني ايه الميزه اللي الكواليتي بتديها لنا عن اي حاجه تانية، او يعني ليه محتاجين نبدا نطبق الهيلث كير كواليتي في السيستمز بتاعتنا. خلوني اديكم شويه معلومات تفكروا فيها. Do you know that the medical errors حد يعرف المعلومه دي؟ حد يعرف ان الميديكال اير الاخطاء الطبيه اللي بتحصل هي سادس سبب للوفيات في امريكا؟ Do you know ان about 100,000 او 99,000 people بيموتوا سنويا في امريكا نتيجه preventable medical errors؟ هو ده السؤال اللي انا لسه بساله. امال احنا في مصر كام؟ ما بنعدش. احنا actually we don't have statistics really. ما عندناش statistics. وحتى لما تدخل على نفس السايت اللي جات اللي كاتب ان امريكا فيها سادس السبب للكيلينج هو الهيلث كير ايرورز، خش شوف في مصر تلاقي في مصر الهيلث كير ايرورز رقم 16. تمام. ما حدش قال لهم حاجه، ما يعرفوش طبعا اللي فيها. فالحقيقه وي دونت هاف statistics. الدكاتره اونلاين مراتكم تستعملوا الشاتنج بوكس تكتبوا rather than الفويس، ما تحاولوش تتكلموا لان انا صوتكم ما بيبقاش واضح عندي، بس الشاتنج بوكس معايا انا هقدر اشوفكم. في almost 7000 patient سنويا بيموتوا نتيجه illegible handwriting، متخيلين؟ بس عشان الروشتات الدكاتره بتبقى طبعا صغيرين ما بيبقاش عندكم الاخطاء دي، الكبار بس هم اللي بيعملوا دايما الحاجات. 7.5 مليون unnecessary medical and surgical procedures are performed annually. unnecessary procedures تتعمل 7.5 مليون عملية بتتعمل سنويا من غير لازمة، من غير أي لازمة، متخيلين؟ ده غير التحاليل والكلام ده، procedures كمان.
More than half of the US population has received unnecessary medical treatment that equates to 50,000 people per day. يعني في 50,000 مواطن بيعالج زيادة يوميا من غير لازمة. هم عندهم أرقام. عندنا احنا محدش يعرف. بس يعني دايما بقول لهم ايه مصر يمكن ربنا حارسها يمكن ربنا حافظها يمكن ما عندناش احنا الحاجات دي. بضحك على نفسنا في الاهل. فاعتقد لما نيجي نقول why health care quality لا احنا محتاجين نبدا health care quality علشان to reduce medical errors to help ensure patient safety. مش معقول كل مريض هيدخل عندنا في الاورجنايزيشن يبقى عرضه ان هو يموت نتيجه خطا طبي تمام او نغلط وندخله عمليه بدل واحد تاني او الكلام الفارغ ده ما ينفعش. Satisfy our customers. وخلوني اسالكم سؤال صغير هنا هو مين الكاستمرز بتوعنا؟ البيشنتس دكاتره دكتور طارق ودكتور عمرو اونلاين معانا مين الكاستمرز بتوعنا؟ مين الناس اللي احنا بنخدمهم عندنا في الاورجنايزيشنز؟ Who are our customers? Write please in the chatting box. دكتورة سيلفيا حضرتك عندك فكرة؟ مين غير في حد غير البيشنتس؟ هو كاستمرز بيتقال عليها انترنال واكسترنال يعني حتى الناس العاملين معانا في برافو عليك برافو عليك برافو الستاف ده نفسه عبارة عن كاستمر ليا أنا أنا وزميلي احنا اتنين كاستمرز لبعض اكسلنت يبقى احنا وي هاف تو ساتيسفاي اور كاستمرز طب الاكسترنال كاستمرز مش هم البيشنتس يعني الناس اللي بنعاملهم بره الاورجنايزيشن مش هم البيشنتس مين بنعامله بره الاورجنايزيشن ويبقى ليه طلبات محتاجين نوفيها زيه زي البيشنت بالظبط مين بيملي علينا طلبات وهو مش واحد من المستشفى عندنا بره المستشفى بتوع الاعتماد صح ومين كمان مين ليه طلبات معانا وبنتعامل معاه اي حق وزاره الصحه مثلا ممكن صح الناس اللي بنشتري منهم مستلزمات السبلايرز ممكن صح كل دول وي هاف تو ساتسفاي اور كاستمرز الكواليتي هتدرسوا ان شاء الله في طول الكورس ده هتعرفوا ان احنا لما بنيجي نعمل حاجه بنبص على الكاستمرز عايزه ايه الاول بنشوف ايه الكاستمرز عايزاه ونبدا نخلق لهم السيرفيس مش العكس مش العكس Optimize the use of our resources. الكلام اللي بيشاع عن الكواليتي انها مكلفه. الدكاتره الاونلاين معانا ولا حضراتكم مش معانا؟ معانا تمام. انا عايزاكم تشيروا معايا انتوا انا سامعاكم وشايفاكم يعني I'm with you فبليز شير يعني. طيب Optimize the use of our resources. زي ما بقول لكم دايما في اشاعه بتقال على الكواليتي يا جماعه احنا ما عندناش ميزانيه نعمل بيها جوده. هو السؤال هي الجودة مكلفة؟ على حسب ما يقال موفرة ازاي؟ أيوة بالظبط كده بالظبط كده يعني زي كده ما أقول إيه أنا هدي الملزمة دي هطبعها للدكتورة أديها لها عشان الكورس خلاص وأكتشف بقى إن الملزمة الحبر مش واضح والسلايدز ناقصة هعمل إيه؟ هاخدها واطبع لها واحدة تانية، ما هو ده كوست اتعمل عليا. صح؟ أنا كده دفعت حق ملزمة مرتين. ليه؟ علشان أنا ما بصيتش عليها من الأول ورجعتها وعملتها مظبوط right from the first time. هذه الكواليتي. إنك تعمل حاجة مظبوط من أول مرة. يبقى لو أنا بعمل عملية لبيشنت وأنا محضر نفسي إن أنا الراجل ده لازم أتأكد إن هو اسمه كذا، ولازم أتأكد إن هو ما عندوش حساسية، ولازم أعرف إن هو هياخد أنتي بايوتيك قبل العملية، وأشيك الحاجة قبل ما أبدأ له العملية. يبقى عمر ما العملية تطلع معايا غلط. هيبقى في ايرور بس محدود تمام انت عملت كده مع البيشنت ده هعمل كده مع البيشنت اللي بعده واللي بعده واللي بعده مش عملت كده مع البيشنت ده النهارده وبكره عشان ما فيش وقت طبعا انا يعني الكلام ده كله يعني فرشه كده للي انتوا هتاخدوه ما تنش عده دردشه يعني تمام ايوه دكتور عمرو مع حضرتك بس كنا بنجمد فبنحاول بنسيح دلوقتي هتدفي التكييف بس طيب يبقى زي ما قلت لكم انتوا اختيار بتاعكم موافق الكواليتي موضه زي ما بقول في كل حته دلوقتي مطلوبه ومطلوبه التخصص بتاعكم يعني في السعوديه مثلا ما فيش حاجه اسمها واحد كواليتي بيجي من مصر بيطلب بعقد كواليتي كوردينيتور لا بتطلب طبيب مقيم بس جوده معاها تمام بيبقى مرتبه اعلى من الطبيب المقيم العادي بس مرتبه اعلى
في مصر احنا دلوقتي عندنا وزارة الصحة عاملة قسم الإدارة الجودة، تمام، في وزارة الصحة، وبيعملوا دورات تعليمية للمديريات الطبية كلها، كل حتة فيها كواليتي، بس يعني بيحاولوا. الموضوع لسه مازال ورق ومازال إمضاءات. الكواليتي مش هي دي الكواليتي الحقيقية. الكواليتي الحقيقية ان انت بتقدم خدمة بيشنت احسن، بتخليه طالع مبسوط، بتقلل الايرورز، بتوفر في فلوسك. فهي لسه الدنيا يعني، بس انا متوقعه ان تتحسن اوفر تايم، لان في شباب كتير. انا ما شاء الله يعني بقالي 3 سنين في المجال دوت، بشوف كل يوم ناس زي الورد بصراحه، شباب زي الفل، والناس كلها بتتعلم ودماغها نظيفه وبتفكر وبتدور. فاتمنى ان شاء الله انتوا تبقوا كده. طيب بالنسبه للكورس بتاع اس بي سي، الكورس ده هدفه طبعا هو تجهيزكم لامتحان البورد بتاع السي بي اتش كيو. باي ذا واي، شهاده السي بي اتش كيو هي الشهاده الانترناشونال الوحيده لغايه دلوقتي موجوده في المجال دوت، مجال الهيلث كير كواليتي. الهيلث كير كواليتي، لان في جنرال كواليتي، مصانع وشركات وكده. الهيلث كير كواليتي الشهاده الوحيده فيها الانترناشونال هي السي بي اتش كيو. هنتكلم بالظبط ايه هي السي بي اتش كيو. الديوريشن بتاعت الكورس قلب عربي ما شاء الله 14 سيشنز، قلب عربي ما شاء الله اوتوماتيك 14 محاضره حسب ما انا عرفت من هنا. المحاضره بتبقى حوالي 4 ساعات، بتبقى وانس ا ويك. ها يعني اي تفاصيل عن كده فيها دكتور اسامه، يعني ما عنديش تفاصيل. طيب ده بالنسبه للكورس. بالنسبه بقى للامتحان بتاع السي بي اتش كيو، دكتور عمرو ودكتور طارق تكتبوا لي في الشاتنج بوكس، هل درستوا كواليتي قبل كده؟ يس نو لا؟ طيب يعني دكتور عمرو حضرتك ما خدتش قبل كده. طيب دكتور طارق حضرتك درست كواليتي قبل كده في اي تخصص من اللي حضرتك تدرسه، او درست حاجه في المانجمنت؟ طيب بالنسبه لامتحان السي بي اتش كيو، السي بي اتش كيو اختصار لايه؟ اختصار لسيرتيفايد بروفيشنال ان هيلث كير كواليتي، يعني اخصائي معتمد في مجال جوده الرعايه الصحيه. انا معتمد منين؟ من البورد دي اللي هي الاتش كيو سي سي، الهيلث كير كواليتي سيرتيفيكيشن كوميشن. الاتش سي سي، اتش كيو سي سي دي الدراع اللي بيعمل الامتحان الخاص بالبورد. في حاجه اسمها مجمعين كل الناس بتوع الهيلث كير كواليتي في مكان كده اسمه الان اي اتش كيو، تمام، اللي هو ده ناشونال اسوسيشن اوف هيلث كير كواليتي. دي حاجه نون بروفيت، تمام، مؤسسه نون بروفيت موجوده في امريكا، بنحاول نعمل زيها في مصر دلوقتي. الان اتش كيو دي فيها كل الناس البروفيشنالز في الكواليتي اوفر ذا وورلد، تمام، والاورجنايزيشن ديت بتتعامل مع الاتش كيو سي سي عشان تعمل الامتحان وتقول للناس انتوا سيرتيفايد في الكواليتي. متوفر طول السنه، ملوش مواعيد، مش زي مثلا البورد كلينيكال او الزماله او كده، طول السنه متوفر، بتخش في اي وقت تحجز وبتمتحن. في مصر الامتحان بيبقى في امادست اللي هو في دقي. في السعوديه حسب المكان اللي انتوا فيه، انا اللي اعرفه ان اعتقد فيه في الرياض وفيه في الدمام تيستينج سنترز. كل الحاجات دي متاحه على الموقع بتاع nhq.org. يعني انتوا عشان تبداوا القصه دي لازم تحملوا الكتاب، وهو ده اللي انا كنت عايزه اوريه لكم. في حاجه اسمها الهاند بوك بتاع ال NHQ. طيب خلينا لما نيجي عشان اوريكم شكله. الامتحان بيبقى عباره 140 سؤال ام سي كيوز كلها، مفيش فيها اسي، مفيش ترور فولز، مفيش اي حاجه، بيبقى على الكمبيوتر. يعني بتدخل على شاشه، بيفتحوا لك الشاشه باسمك باي دي بتاعك، الامتحان بيبدا يتفتح لك وبتختار، بتقف تكليك على الاجابه وبتعمل نيكست. تمام، بيبقى كلها على الشاشه 3 ساعات، كل الكلام ده in 3 hours. الامتحان زي ما بقول 140 سؤال، بيبقى في منهم 125 سؤال دل عليهم الدرجه. يعني 125 سؤال دي السكور بتاعنا هيطلع من 125. امال بقيه ال 140 سؤال اللي هم ال 15 questions دول بيبقوا بري تيست. من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها لما بنيجي نجدد، الشهاده دي بتتجدد كل سنتين، ان انا اعمل لهم اسئله امتحان وابعتها لهم. دي من الحاجات اللي تديني كريدت اورز. فالاسئله دي بياخدوها يجربوها في الامتحان، وانا بحل، انا ما ببقاش عارف هل ده سؤال البري تيست اللي عليه سكور ولا مش عليه سكور. ما ببقاش عارف، انا عليا احل 140 سؤال فقط لا غير.
زي ما بقول لكم الكلام ده كله بيبقى in 3 hours. الأسئلة بيبقى فيها ثلاث أنواع بيسموها cognitive levels أو أنواع إدراكية مختلفة. في منها أكبر جزء فيها 50% application زي ما أنتوا شايفين، طلبت الشهادة application questions يعني تطبيق، يجيب لك حالة انت دكتور انت الكواليتي بروفيشنال وجالك الدكتور بيقول لك النيرس ما بتسمعش كلامي ولا الكتابه مش واضحه تعمل ايه. فهي 50% of the questions for the or application questions. اتعرف بحضرتك دكتوره، دكتوره نوره، حضرتك طبيبه صيدلانيه مختبرات طبيه ما شاء الله هنا في القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور دكتور معاذ تخصص اختبارات طبية. دكتور حضرتك دكتور اسلام مختبرات، حضراتكم ثلاثة مع بعض. طيب انا اعتقد حضراتكم مش مصريين ما شاء الله ما شاء الله، حضراتكم ناويين تدخلوا الامتحان هنا في القاهرة ان شاء الله، امتحان السي بي اتش كيو. طيب حضراتكم فاتكم حتة صغيرة، خلينا يعني هقولها لكم تاني اذا بقى وقت في الاخر ان شاء الله. طيب انا بتكلم على امتحان السي بي اتش كيو. الامتحان زي ما لسه قايلين بيبقى 140 سؤال، نص الأسئلة بتبقى في هيئة application يعني لك كيس يقول لك أنت إيه رأيك في الكيس ديت. 32% recall، recall يعني تسميع، تمام؟ سؤال، وفي الأغلب الأسئلة دي بتبقى لحد كبير سهلة ومضمونة جدا. هو سؤال بقى إجابته معروفة، يعني أول ما بتشوف السؤال بتعرف الإجابة وبتبقى حاجة recall تسميعية ما فيش فيها أي فن يعني. 18% analysis، وده هتلاقوه أكتر اللي فيها charts. لما نعرف دلوقتي الاوتلاين بتاع الامتحان في statistics يعني في جزء احصاء في الكورس، يجيب لك chart، تمام؟ يقول لك كان عندنا مثلا البيشنت فولز كده، ويجيب لك جراف الفولز مثلا طالعه لاين جراف، يقول لك عملنا امبروفمنت وبقت كده، ايه رايك في امبروفمنت؟ الدنيا اتحسنت في شهر، محتاج analysis في كده. فدي تبقى analytical questions، تحتاج تقعد تفكر وتحلل البيانات اللي قدامك. دي ثلاث انواع من الاسئله. طبعا زي ما بقول لكم اهم يعني اسهلهم هي اسئله ال questions. الشهاده دي منين؟ انا اعرف ان دكتور اسامه هيديكم هاند اوتس يعني فيها كل المحاضرات وفيها ده السورس اللي تذاكروا منه. نصيحتي انا الشخصيه بناء على خبرتي في المجال دوت، ما تعتمدوش بس على هاند اوتس، يعني انسوا خالص طريقه المذاكره بتاعه الكليه وبتاعه الثانويه العامه، ده امتحان بورد. اوكي، الاسئله بتيجي فيها جزء كبير مش معروف. اوكي، محتاج تقرا، محتاج تقرا، هتاخدوا توبكس كتيره تدخلوا تقروا التوبك ده. انا خدت النهارده عن انفيوجن بامب. طب الانفيوجن بامب دي بتشتغل ازاي ولا بتعمل ايه؟ مش هيقول لك في الكواليتي بس هيجيبها لك في كيس. انا مثلا البيشنت فولز، طب الناس اللي عماله تقع دي عملنا فيها امبروفمنت، خش دور على كيس تتكلم على الامبروفمنت ديت، ازاي بيحسنوا البيشنت فولز، ازاي بيقللوا الانفكشنز. الموضوع مش بس شويه ورق بنذاكره ونحفظه وندخل بيه الامتحان، far away from this. بتاع ده مدوش خالص على قصه الحفظ خالص في الامتحان. لو انت مش فاهم مش هتعرف تحل. اوكي، فالسورسز طبعا دي الحاجات اللي موجوده في كتاب البورد، لما تنزله تعمله داونلود لكتاب البورد هتلاقوا دي السورسز اللي موجوده. الاهم واحد فيهم واكتر واحد بنستعمله هو جانيت براون. طيب عموما هو الكتاب اللي زي ما بقول هو المين سورس بتاعنا هو كتاب جانيت براون، ده متوفر اونلاين ومتوفر يعني ككوبي موجوده في مكتبات كليه الطب اللي حابب يروح يشتري. كتاب كيو سوليوشنز جانيت براون. جانيت براون الأحدث إصدار هتلاقوه في مكتبات عين شمس، هو الـ 626 إديشن، ده بيبقى بحوالي 300 جنيه. أوكي، مهم إن هو يبقى معاكم، يعني I don't recommend إن حد يدخل الامتحان من غير ما يبص على جانيت براون، مهم جدا. The second source اللي هو Q Solutions، ده برضو من الكتب المهمة، ده كتاب بسيط قوي، يعني كتاب جانيت براون ده سورس 1000 صفحة، تمام؟ معقد حد يعني مش عايزه اكيفكم بس يعني هو ممل شويه. كيو سوليوشن بسيط بينجز والانجلش بتاعها سهل. طبعا حاجه صغيره تخلوها في اعتباركم ان الامتحان بتاع البورد بيعتمد الى حد كبير على اللغه، تمام؟ فهو انجلش، فنقرا بالانجلش يعني ما نقعدش نقرا ونختصر وننسى يعني الحاجات بالانجليزي عامله ازاي. لازم نقرا بالانجلش. نعم،
الكتاب ده كيو سوليوشنز، لا اوثرز كتيره، هو طلع تبع اتش كيو اللي هي البورد بتاعه الكواليتي. كيو سوليوشنز ثلاثه تلاقيه، انما جانيت براون هو عشان 1000 صفحه فحتى السوفت كوبي بتاعته ما بتبقاش مفيده قوي، لازم تقريها في ورق يعني وتقعدي تشخبطي وكده. تمام، فدي السورسز بتاعتكم. زي ما قلت لكم دكتور اسامه حسب ما انا سالت ما حضر لكم هاند اوتس بتاخدوها غير المحاضرات، المحاضره دي تبقى مسجله برضو من الحاجات اللي بتاخدوها في الكورس. انا مش هكمل معاكم الكورس طبعا عشان انتوا لسه واصلين، انا هديكم بس محاضره النهارده بدل دكتور اسامه انه اعتذر عنها. الكورس بيديه دكتور اسامه فهيم. طيب الباسنج سكور بتاع الامتحان اباوت 74%، ف تشير اب. محتاجين نجيب يعني اولموست 91 لغايه 93 اباوت كده. على فكره السكور مش ثابت، يعني سكور النجاح مش ثابت، مش 91 من 125، لا السكور متغير لكل واحد فينا، بيعملوا حسبه كده ويطلع لك الباسنج سكور بتاعك حسب الاسئله اللي بتحلها، يعني ليهم حسبه طريقه كده. ف محتاجين نجيب حوالي 74%. الفيس بتاعت الامتحان $100، زي ما قلت لكم الامتحان ده متوفر all over the year، بس طبعا تتجنبوا الاجازات يعني سواء في امريكا او في مصر. يعني في الكريسماس مثلا بتبقى الاجازه ديسمبر ده كله ولغايه نص يناير مش موجودين هم، فهتبعتوا ايميلات ما حدش هيرد عليكم. تمام، نفس الكلام لو عندنا احنا اجازه في مصر فالامدست هيبقى قافل، يعني 6 اكتوبر عيد الفطر تحرير سيناء الحاجات دي الحاجات في مصر بتبقى، فتبعدوا بس عن ايام الاجازات. Otherwise it's almost available. الفيس بتاعت الامتحان $440. لو انا اشتركت في ال NHQ National Association of Healthcare Quality اتفقنا عليها اللي فيها تجميع كل الكواليتي بروفيشنال في العالم بناخد تخفيض ويبقى الامتحان ب 370. الاشتراك في ال NHQ نفسه بيبقى بحوالي ب $150 عشان تبقوا فاهمين. ميزه اللي بيشترك في القصه دي ان انت بيبقى ليك جورنالز بتقدر تفتحها فري، تمام، ليك خصومات في الكتب اللي عندهم على السايت. ف honestly I don't recommend فيه قوي لان انتوا مش هيبقى عندكم وقت تفتحوا جورنالز وفي حاجات فري مش محتاجين قوي تشتركوا فيه، وهي نفسها نفس الكوست يعني مش كتير، فخليكم في $440. اوكي، طبعا الباسنج اذا لا قدر الله حصل فيلينج بندفع الفيز من الاول تاني، يعني بيعتبرك شخص داخل من الاول تاني، ما فيش اي مثلا تخفيض في الريتيك او كده. هم ماديين قوي البورد عندنا. ابلكيشن يعني الناس النهارده قررت ان انا خلاص ذاكرت وقفلت الدنيا وعايزه امتحن، تمام، فبدخل على السايت بملى الابلكيشن. انا ممكن افرجكم لو في وقت افتح لكم السايت واوريه لكم. بملى الابلكيشن وبدفع الفيز بالفيزا بتاعتي. طبعا تبقى محضر الكود بتاعك، من الحاجات المهمه تبقى تحضرها الزيب كود، كل منطقه ليها رقم بريدي، تمام، تحضر رقم بريدي. من ساعه ما بتدفع الفيز بيبقى معاك 90 يوم تدخل فيهم الامتحان، 3 شهور. لو عدى الثلاث شهور دول الفيز بتاعتك خلاص تضيع عليك، تمام. فعشان كده بقول اللي بيحجز ده معناه ان هو داخل الامتحان، مش بيحجز عشان يشد نفسه ويذاكر، ما حدش يعمل كده. اوكي، ما حدش يعمل كده، ذاكروا وركزوا وبعدين. محتاجين تنزلوا طبعا الهاند بوك بتاع هو دوت. اتفضل يا دكتور. بعد ما حضرتك بتملى الابلكيشن بيبعتوا لك ايميل. مين اللي سال حضرتك؟ بيبعت حضرتك ايميل بيقول لك ان انت اليجيبل، يعني مسموح لك تدخل الامتحان، وبيقول لك اختار لي 3 مواعيد، تمام. فانت بتقول له انا مثلا 1 يناير 16 يناير 20 يناير دول مناسبين بالنسبه لي مثلا ايام اجازاتك ايام كده يعني. وهم بيراجعوا الامدست ويقول لك خلاص احنا حجزنا لك يوم كذا، تمام. من الثلاث اختيارات دول عندك فرصه ان انت اذا جه ميعاد الامتحان عايز تاجله ممكن تاجله، بس ليك تاجيل واحد، تمام. طبعا قبل ما تقرر انت تاجله لازم يبقى وقت كافي، لان البورد بتاخد اسبوع لاسبوعين في الرد، فما ينفعش انا امتحاني الاسبوع الجاي وعايزه اجله، يعني تحاولوا تبقوا بدري شويه. اوكي، ان في ناس بتضيع ساعات عليها الفيز بالحركه دي. الدكاتره اونلاين حضراتكم معايا ولا انا سريعه؟ معايا، تمام. طب اسالوا لو في حاجه عايزين تسالوا فيها، اصل انا هسالكم لو انتوا ما سالتوش. طيب دكتور انا هستاذن حضرتك اكتب لي في الشاتنج بوكس لان انا صوت حضرتك مش واضح،
يعني مش قادرة أحدده بالظبط، فياريت تكتب لي في الشاتنج بوكس، أنا بقرأ الشاتنج بوكس معايا. أوكي، خد وقتك يعني واكتب، وأنا هرد على سؤال، أي سؤال هتكتبه لي هرد لك عليه. طيب الكانديد هاند بوك لازم نقراه، لازم ننزله من على السايت nhq.org. هتدخلوا على السايت دوت هتلاقي فيه يقول لك CPHQ، امتحان CPHQ، داونلود الهاند بوك. الهاند بوك ده بقى فيه تفاصيل كل حاجة، فيز والاوتلاين بتاع الاكزام، ده اكتر حاجة مهمة. تمام، عايز تأجل طلبات خاصة ليك، الجو مش عارف حصل ايه، تعتبر امتى. اوكي، فكل حاجة موجودة على الكتاب ده لازم نقراه. اوكي، لاني بتعجب ساعات من الناس اللي بتبقى داخلة امتحان وبكتشف ان هم ما يعرفوش الامتحان، ما يعرفوش حاجه عن الامتحان. يعني ابذلوا شويه مجهود يا جماعه في ان انتوا تعرفوا الشهاده اللي انتوا يعني قاعدين بتذاكروا ومش عارفين الشهاده في الاخر امتحانها ايه. لازم تبقوا عارفين كويس الكلام ده. زي ما قلت الامتحان كله ام سي كيوز، مفيش اي اسي، مفيش اي ترو اور فولس. دي شويه ستاتستكس حسب ما هي معلنه على الموقع البورد. زي ما انتوا شايفين كده، دول الناس اللي دخلوا الامتحان، دول الناس اللي قدموا الامتحان من اول 2008 لغايه 2012. شايفين الصوره واضحه؟ لا، الامتحان اول اتعمل سنه 84. ها، دي سناب شوتس للاحصائيات. يعني كان في قبل 2008 في احصائيه تانية، بس انا جبت الاحدث. يعني شايفين الناس اللي دخلوا في 2012 كام بني ادم؟ شايفين الكيرف طالع ازاي؟ 2012 دخل 1578، دول اللي دخلوا، كل الناس اللي قدمت الامتحان. اللي عندنا فيها يعني احصائيه في الباسنج والفيلنج هي 2010، هوريها لكم دلوقتي. التوتال سي بي اتش كيوز في العالم، وخلوا بالكم الجراف ده للاكتف سي بي اتش كيو، هرد على حضرتك حالا يا دكتور طارق. دكتور طارق استاذنك ما تبعتش المسج برايفتلي، ابعتها تو ايفري ون علشان دكتور عمرو كمان معاك يشوف الرساله اللي حضرتك كاتبها. ال CPHQs كل الناس اللي معاهم CPHQs لغاية 2012 7440 بني آدم all over the world active. active يعني ايه؟ يعني الشهادة خلصت وجددوها. تمام؟ طب كل الناس اللي معاها شهادات CPHQ في العالم كله active أو مش active، تخيلوا كام؟ 14,000. تمام؟ ما يزيدوش عن 20,000 إطلاقا. متخيلين 20,000 بني آدم في العالم كله مع شهادة دي؟ very rare. اوكي، فيعني الكواليتي زي ما بقول السي بي اتش كيو ده التخصص الوحيد او الشهاده الوحيده المعتمده في العالم للهيلث كير كواليتي، للهيلث كير كواليتي، لان في توتال كواليتي مانجمنت او الجنرال كواليتي. ها، لا دي في الهيلث كير كواليتي، دي الشهاده الوحيده الانترناشونال. دكتور طارق، السي بي اتش هل امتحان الدبلوم اللي ندرسه الان غير امتحان السي بي اتش كيو؟ لا، الشركه اس بي سي عامله حاجه ظريفه قوي، بتدي البريباراتوري كورس بتاع سي بي اتش كيو اللي هو اللي حضراتكم بتاخدوه دوت، ده بريباراتوري كورس للسي بي اتش كيو. بس في نفس الوقت لان مش كل الناس بتبقى عايزه تدخل الامتحان، فبيديك شهاده دبلومه عن حضورك. يعني يبقى انت ما ضيعتش وقتك في ان انت خدت البريباراتوري، انت خدت بيها شهاده، عايز بعد كده تقدم تاخد الانترناشونال سيرتيفيكت السي البورد، تمام، براحتك. هم اعتقد عملوا كده لان مش كل الناس بتكمل. وفي ناس كتير يقول لك طب انا عايز شهاده حضور، طيب حتى ان انا خدت بريباراتوري كورس. ها، فدي شهاده معتمده، ودي معتمده من يعني اعتقد واخدين لها اعتماد من جامعه القاهره، ويعني في كذا ختمه عليها يعني. نعم، ومن الخارجيه اعتقد. ممكن تسالهم طبعا تتاكدوا قالوا كده صح. لا لا لا، في امتحان اعتقد في الاخر، في امتحان في الاخر. بس ابسط طبعا يعني امتحان. والله يا دكتور انا ما عنديش تفاصيل في الحته دي، بس ممكن نسال فيها الادمنز هنا، او ممكن تسالوا فيها دكتور اسامه المره الجايه. بس اللي انا اعرفه ان هو نفس منهج السي بي اتش كيو، وبيديك في الاخر شهاده ان انت معاك دبلوم في الكواليتي. اوكي، ممكن قوتها عامله ازاي الدبلوم في الكواليتي، اي دونت نو. دي دبلوم ولا لا؟ طب ما تبصوا على الشهاده اللي بيطلعوها، يعني قول لهم انا عايز اشوف موديل للشهاده، شو بصيتوا عليها؟ اعملوا كده. اعملوا كده، قول لهم احنا عايزين نشوف الشهاده اللي بتطلع من السنتر في الاخر هتبقى عامله ازاي. دي يعني فكره جيده. دكتور طارق انا رديت كده على سؤال حضرتك، ولا في حاجه لسه عايز تسالها؟
حاول، انا عارفه ان هو صعب بس حاول تعتمد على التشاتنج، حاول. تمام، انا عارفه ان هو هتتعود عليه مع الوقت، في الاول ادمان الصوت صعب انا عارفاه. تمام، لو انتوا ركزتوا في السلايد اللي فاتت، 2010 دخل فيها 823 بني ادم، تمام، دول كل الناس اللي قدموا الشهاده في 2010. قد ايه نجحوا؟ 264. ده overall، overall يعني about 67% passing rate. أمريكا بس اللي نجح فيها 160 من 500. international، واخدين بالكم انتوا معايا، international نجح فيها أكتر، يعني النسبة اللي نجحت فيها أكتر من نصهم، أكتر من نص اللي دخلوا. تمام، international دي شاملة كندا وأستراليا وميدل إيست، معها مصر والسعودية والكويت وقطر وكل الناس دي. الفاتح، الفاتح هو اللي فيلد. اه صح، الفاتح هو اللي فيلد. اه انا عكستها، استنى بس. الفاتح هو اللي فيلد، يبقى دول فيلد صح، وهنا 61 بس هما. لا يبقى امريكا صح فيها اكتر. لا امريكا فيها باسنج عالي جدا عن. اوكي، بس انا يعني ايدت ان 2010، انا على فكره one of the certificates of 2010. السنه اللي انا خدت فيها الشهاده كان في حوالي 14 واحد من مصر واخدين الشهاده ديت. غريب، كانت طفره. ما بيكتبوا الناجحين بس، ما بيكتبلكش دخل كام فيهم. تمام، لا يعني عدد طبعا. انا زي ما بقول لكم هو الباسنج ريت حوالي 70%، فالشهاده مش محتاجه دش خالص. الامتحان مش بتاع دش، امتحان بتاع تفكير، يعني فهم. هتخش حافظ معلومتين، السؤال هيلخبطك. تمام، لازم تبقى فاهم في حاجات كده بيزكس بتتحط. يعني اي هوب ان شاء الله الدكتور اسامه يبقى ممتاز في الشرح بتاعه. يعني احنا بنقول مثلا بيشنت سيفتي، بيشنت سيفتي ليها خطوات. انا علشان اخلي، هديكوا اكزامبل صغير، انا عشان اخلي الناس عندي في الاورجنايزيشن، اخلي الاورجنايزيشن بتاعتي سيف. يعني ايه سيف؟ دو نو هارم، يعني ما فيهاش ايرورز. مش عايز مريض ياخد دواء غلط، يدخل عمليه غلط، يقع من على السرير يتكسر، ادويه تتعكس مكان بعضها. عايز الدنيا تبقى سيف. خلاص، علشان اخلي الدنيا سيف واخلي او اطور من الاخطاء وامنع انها تحصل تاني، محتاج ايه علشان امنع الغلط ان هو يحصل؟ محتاج ايه؟ قولي يا دكتور. حضرتك شغاله في معمل، تمام، وعندك اخطاء بتحصل، وانت عايزه تحسني من الخدمه بتاعتك وتمنع حدوث الاخطاء، محتاجه تعملي ايه؟ ايوه، هترتبي ايه؟ شغلك. تمام، يعني انت تعملي ريستراكشرنج عندك. تمام، طيب الكلام ده مظبوط جدا، بس خلي بالك الكلام ده مكلف جدا، لان مهما كنتي اورجانيزيشن غنيه ما تقدريش تشتغلي في كل حاجه. You have to focus. تمام، الفكره بقى انا هفوكس على ايه؟ يعني انا هل عندي مشاكل في سحب العينات؟ لو انا بتكلم على معمل، هل مشاكل في سحب العينات، ولا مشاكل في الليبلنج بتاع العينات، ولا مشاكل في تسليم العينات؟ فين المشاكل؟ هعرف ازاي فين المشاكل؟ ايوه، طب انت هتعرفي ازاي ان في عينه اتصرفت غلط؟ بالمراقبه. خلاص، يبقى انت محتاج تبقى عينك وسط راسك وتقعد تشوف كل حاجه بتتصرف، اتصرفت صح ولا غلط. طب لو انت مش موجود، تشيك ليست على ايه؟ تمام، جميل. طيب اتصرف دواء وتسجل غلط، هتعرف ازاي؟ لما تراجع. يبقى انت ممكن تراجع، وممكن يجي لك شكوى من البيشنت، وكل دي حاجات انت مستنيها. طب ما تخلي بقى الناس هي اللي تقول لك انا غلطت. فاهمين ازاي؟ خلي الناس نفسها، الناس اللي شغال. طب ما احنا لما بنشتغل بنعمل اخطاء، وهتاخدوا في الكواليتي ان الاخطاء تو اير از هيومن، شيء طبيعي، كلنا بني ادمين وكلنا بنخطا. تمام، فخلي اللي يخطئ يجي يقول لك. يبقى انا محتاج ان الناس تعمل لي ريبورتنج. طب هل سهل ان واحد غلط يجي يقول لي انا غلطت؟ لا. ليه؟
هيتعاقب، صح كده؟ يبقى انت محتاج تخلي في سيف كلتشر، نو بليم كلتشر، ما يبقاش حد نو بانشمنت. خلاص يا جماعه انا عايز اللي يغلط يجي يقول لي، ما يخافش، مش هعاقبه، مش هرفده، مش هديله جزا. ان انا هدفي ان انا اعرف الاخطاء واحلها عشان ما تتكررش تاني. ها؟ يبقى انا عايز ليرن فروم ماي ايرور، وعشان ليرن فروم ماي ايرور لازم الناس تعمل لي ريبورتنج، تمام؟ وعلشان الناس تعمل لي ريبورتنج لازم تفيل سيف انها مش هتبقى بانشت. وعلشان تفيل سيف، مين المسؤول ان يخلي الناس تريبورت سيفلي من غير ما يتعاقب؟ الليدرز. يبقى لازم اول حاجه اطلع للليدر اقول له انت الاخطاء بتكلفك كذا، وعلشان نقلل تكلفه الاخطاء دي لازم الناس تقول لنا، وعشان الناس تقول لنا لازم تحس انها في امان. دي الاربع خطوات اللي بنعملها. الاسئله كلها بتدور دايما في النطاق دوت. The first thing الكواليتي بروفيشنال هيعملها علشان يبقى عنده سيف كلتشر هي يخلي فيه ريبورتنج سيستم، يخلي فيه بادجت للايرورز، يخلي فيه حاجات كتير. انت بتدور على ايه؟ ليدرشيب. فاهمين يا جماعه؟ فهي في كل حاجه كده بقى، يعني عنده في كل حاجه هتدرسوها في الكواليتي ليها ستيبس. اوكي؟ هتاخدوا الحاجات دي كلها ما تقلقوش. اول حاجه لازم يبقى عندي ليدرشيب كوميتمنت. الليدر يبقى مقتنع بتكلفه الاخطاء واهميه السيفتي. ده دورك انت ككواليتي بروفيشنال. انتوا هتتخرجوا كواليتي بروف، ده دورك انت. عشان كده كواليتي بروفيشنالز من اهم الخصائص اللي عندهم مش ان هو يبقى دارس ولا اي حاجه، ان هو يبقى عنده انتر بيرسونال سكيلز حلوه، يعرف يتعامل مع الناس بالراحه، ما يحسهمش ان هو بيكلمهم بايجو وان هو بيفهم عنهم، هيقفلوا معاك على طول. ها؟ والانتر بيرس، وده سؤال امتحان على فكره باي ذا واي، هتلاقوني طول ما انا ماشي بدلدق اسئله امتحانات كده. يبقى ليدرشيب كوميتمنت. تاني حاجه سيف كلتشر. سيف كلتشر ان ما هو الليدر ده هيخلي الناس ما تتعاقبش لما تغلط. تالت حاجه ريبورتنج. رابع حاجه ليرنينج فروم ايرورز. ده اكزامبل صغير للي انا بقوله، ان انت محتاج تبقى فاهم. خلاص اللي هيحفظ لي ليدرشيب كوميتمنت مهم علشان نعمل بيشنت سيفتي، يبقى قابلني عرفت تحل حاجه. مش هتعرف تحل حاجه، لازم تفكر. جميل جدا. انتوا هتاخدوا في حاجه اسمها الجاست كلتشر. جاست يعني في عداله. ها؟ دلوقتي لما تبقى نيرس ادت حقنه غلط للبيشنت، بدل ما تعلق له محلول نورمال سالاين علقت له محلول هايبرتونيك سالاين. الحمد لله خلاص جابت له. ها؟ بتحصل كتير. ها؟ اول حاجه هنقولها ايه؟ النيرس دي غلطانه، تمام؟ لازم تاخد يومين جزاء عشان تحرم تعمل الغلطه دي تاني. المفروض ما تعلقش ازاي تاخد هايبرتونيك سالاين. ها؟ انا دلوقتي فكرت من برسبكتيف ان هي انديفيديوال غلطان، تمام؟ تعالوا شوف الكواليتي بتقول ايه. الكواليتي بتقول ان 85% من الاخطاء نتيجه منظومه، سيستم. سيستم كامل، السيستم ده كله فيه بروسيس وفيه ستراكشر. السيستم هو المشكله. السيستم ازاي يعني؟ طب هو ايه اللي جاب الهايبرتونيك سالاين جنب ايديها؟ الادويه المركزه دي اللي نحطها في متناول ايدين الناس. طب ما هي غلطت علشان شغاله بقى لها شيفتين وما نامتش، ما هي المفروض تستريح. سيستم اللي بينظم ساعات العمل بتاعت الناس. حاجات من. طب هي مثلا المفروض ان في حد يشيك هي ليه تصرف الدواء؟ ليه ما فيش حد بيعمل دبل تشيك على الحاجه اللي بتاخدها ديت؟ كل ده سيستم. ليه ما فيش نيرسز كفايه يخد، يعني ليه واحده نيرس شغاله وفاتحه نفسها على 50 بيشنت؟ تمام؟ ليه مش جايبين ناس كفايه؟ ليه الانفايرمنت نفسها ضيقه والمكان ملخبط وتخلي الواحد ياخد اي حاجه وهو مش دريان؟ ده كل ده سيستم ملوش دعوه بالاخطاء البشريه. ها؟ امتى بقى اقول لا دي تتعاقب؟ لما اكون عندي السيستم وهي مش اول مره تعمل نفس الايرور، بانها قلنا قبل كده قلنا الايرور ده واثبتنا ان في نيجليجنس، في اهمال. ها؟ هي مستهتره، هي بتتعامل بفوضويه، هي انما لازم الاول تاخد في اعتبارك السيستم، هو ده البالانس. مش كده بيسموها جاست الايرور ده بالانس، وما بين سيستم بايظ وفي انسان مخطئ. تمام؟ المخطئ لو اثبت ان هو مخطئ لازم يبقى في نوع من البانشمنت. تمام؟ ده حتى بيبدا بالكونسلنج، حتى نصيحه مش بانشمنت. تمام؟ هي دي الفكره. انا طولت عليكم في الجزئيه دي، بس انا عايزه اديكم بس جاست اكزامبل ازاي بنفكر في اسئله الامتحان. طيب دي شهاده، ده ظرف الورقه الصفراء اللي بتجيلكم بعد 2 ويكس من ما بتمتحن. انا دلوقتي حجزت الامتحان والنهارده معادي امتحاني، رحت الاميدست. تمام؟ طبعا بروح بدري شويه عن عادي، قعدت جربت الشاشه الاول، الامتحان بدا. ها؟
قفلت خلاص امتحان اخلص عليا بعد 3 ساعات، 3 ساعات بالظبط بيقفل، سواء انت قفلته او هو قفل يعني هيقفل، ما لهاش دعوه. وطبعا الوقت من الحاجات المهمه جدا نخلي بالنا منها، في ناس بتسرح ساعات، السؤال ياخد مني دقيقه تقريبا، 140 سؤال، 140 سؤال، السؤال بياخد حوالي دقيقه مننا. في اسئله ريكول تتحل في ثانيه، وفي اسئله بتبقى مسائل وجرافس وحاجات، اسئله بتاخد كالكوليشنز، فما نسرحش بالسؤال بقى، ونقعد بقى نرسم ونسرح خالص، نبقى مركزين بالظبط احنا ليه. وطبعا انتوا لما تتدربوا على الاسئله وتحلوها هتعرفوا ان كل سؤال ليه كيورد، في كيورد معينه في السؤال، اول ما تقراها دماغك تجيب الاجابه قبل ما تقراها، يعني انت على طول اول ما تقرا الكيورد دي تعرف ان انت مستني الاجابه الفلانيه وتدور عليها. في الاغلب بنسبه 90% الاجابه دي بتبقى مظبوطه لو انت قاري السؤال مظبوط. طيب دي الورقه اللي بتجيلكوا بعد اسبوعين من الامتحان، ظرف جوه ورقه صفرة كده بيقول لك يو هاف باست او لا قدر الله يو هاف فيلد، تمام، في الامتحان الباسنج سكور بتاعك كان كذا 91 يعني مثلا، ده اكزامبل 91 من 125، وبيجيب لك الارياز بتاعتك والسكور بتاعك في كل اريا كان عامل ازاي. تمام، طبعا ده امتحان قديم، ده بتاع 2010، الاوتلاينز دي السكورز بتاعتها اتغيرت، هوريها لكم ازاي دلوقتي. تمام، ده الورقه دي بتجي لك على البريد بتاعك بعد اسبوعين من الامتحان، وعشان كده مهم قوي تكتبوا العنوان مظبوط برقم العماره برقم كل حاجه. انتوا عارفين طبعا في مصر الناس بتوه في اي حته، مفيش اي حاجه نافعه معانا، لا جوجل ايرث نافع ولا اي حاجه نافعه. فهي بتبقى ساعات تلاقوها جت وموجوده في البريد مثلا معطلينها هناك او كده، فتتابعوا الزيب كود تدخلوه مظبوط، العنوان بتاعكم تدخلوه بدقه. دي الشهاده الفاينل اللي بتجي لكم بعد حوالي 3 شهور، ايوه 3 مانثس بيتبعت لكم، دي الشهاده الفاينل ان انت يو هاف باست، تمام، انت سيرتيفايد. ومن اول التاريخ دوت، ومثلا هنا 1 اغسطس 21 يناير اي حاجه، تحسب سنتين. تمام، هو حتى بيقول لك كده الاكسبايري ديت بتاعها يوم كذا، لو عدى التاريخ ده وانت ما جددتهاش ضاعت الشهاده، تمتحن تاني بقى. تمام، في ناس كتير باي ذا واي بتاخدها ومش بتجددها، لا بتجددها بكريدت اورز، هقول لك ازاي دلوقتي. طيب بالنسبه لموضوع الريسيرتيفيكيشن، سنتين وبنجدد الشهاده، التجديد بيبدا من يناير، يعني مثلا انا دخلت في اغسطس خلاص، يناير هتبدا اول سنه في التجديد. تمام، يبقى عندي من يناير لديسمبر ادي سنه، من يناير لديسمبر ادي سنه، سنتين. تمام، بجدد ازاي الشهاده؟ 30 كريدت اور. الكريدت اور دي بناخدها ازاي؟ هي طبعا في حاجات يعني فري، مش عايز اقول لكم موجوده قد ايه اونلاين، سايتس كتير جدا بتقدر تاخد فيها اونلاين كورسز، فري اونلاين كورسز بيديك شهاده، فيقول لك مثلا انت تاخد الكورس على الكواليتي امبروفمنت تولز مثلا، وانا بديك 1 كريدت اور. تمام، يتعمل في مصر مؤتمر مثلا تبع وزاره الصحه ولا كده، بيتكلم على سلامه المرضى، تحضره ويديك مثلا 2 كريدت اورز. تمام، بتعمل اكسل شيت عندك وتقعد تجمع الحاجات اللي انت ذاكرتها، بس لازم تكون في سياق الاوتلاين، يعني ما ينفعش مثلا نحضر مؤتمر عن ادويه جديده في الاورام مثلا، ملهاش علاقه، لازم تبقى في الكواليتي مانجمنت. تمام، هقول لكم التخصصات بتاعتي. علشان اجدد الشهاده بقدم ال 30 كريدت اور ديت، وبدفع الفيز اللي هي 175 دولار. هي وانس ان انت بتدفع الفيز بيبقى يعني هم بيفرحوا، ما بيحتاجوش حاجه ثانيه يعني. هو كمان هم يعني في سايت بتفتحوه لموضوع الريسيرتيفيكيشن، عشان كده عايزاكم تقروا الهاند بوك. بيقول لك دخل الكريدت اورز بتاعتك خلاص، فانت مثلا خدت عن التوبيك الفلاني بيشنت سيفتي كذا، خلاص خدته في تاريخ ايه، وده تبع انهي اوتلاين كذا، تقعد تملى كده خانات بكل الحاجات اللي انت خدتها وتدفع الفيز، يقول لك خلاص اوكي. ساعات بيعملوا اوديتنج، يعني بيراجعوا، يعني يقولوا مثلا ايه، تعالي انا هاخد انجي عبد الرؤوف اللي جددت دي وهتاكد من الكريدنشلز اللي هي حطتها لي، هتاكد هل فعلا هي خدت الشهادات دي ولا لا. وطبعا اتس بينيفيشال ان انتوا تحتفظوا بكوبي من الشهادات دي عندكم كسوفت كوبيز، سكان على طول وخلوها عندكم في الكمبيوتر. اوكي، زي ما بقول لكم يعني انا اول ما تدفع الفيزا ما بتبسط على طول. طيب بالنسبه للاوت لاين بتاع الامتحان، تعبتوا عايزين تاخدوا بريك؟ ما خدناش حاجه اصلا صح؟ لا ما بيبعتوش حاجه بقى، ما بيبعتوش حاجه جديده، بيبعت لك ان انت ريسيرتيفايد اوكي،
وبتاخد بيبعت لك الفيز. انا ما بعتوليش حاجه، لما جددت ما حدش بعت لي حاجه. والله تخيل محتاجه اراجع فعلا، محتاجين يبعتوا لي الشهاده، مكتوب الاكسبايري ديت بتاعها. هروح دلوقتي اروح دي. طيب ممكن طبعا، لان فعلا الشهاده عليها الاكسبايري ديت بتاعها. هما طبعا بيكتب لك على السايت بتاعه لو انت عايز تتاكد ان فلان ده سيريتي سيرتيفايد او مسجل عندنا ولا لا، ابعت لنا على الايميل ده واحنا نقول لك. فلو انت في شغلك مثلا وعايزين يتاكدوا ان انت سي بي اتش كيو، فتبعت للبورد تقول لهم الفلان عايز يتاكد، هم هيبعتوا يعني، يبعتوا للبورد. ما هو انت لو معاك الشهاده الاولانيه حطها فين اي حد، ما هو بيصدقوا اصلا. انا انت متخيل اول ما خدت الشهاده دي، انا في الجامعه الامريكيه كان يقول لي انت عايزه تاخدي سي بي اتش كيو، انا كنت يعني اعتقد من اوائل الناس اللي في الجراديويشنز بتاعتي اللي هو عايزين ياخدوا سي بي اتش كيو، ما كانش حد، كنت باخد تي كي ام اصلا في الجامعه الامريكيه. فكانوا بيقولوا لي هتاخدي ايه سي بي اتش كيو دي عباره عن ايه؟ وكان الدكاتره اللي بيشرحوا لي كانوا لسه واخدين السي بي اتش كيو دي جديد، تمام، وحاجه جامده يعني. كان الدكتور يقول لي انت لو خدتي سي بي اتش كيو تاني يوم تبقى في مكاني. الحمد لله دلوقتي في الجامعه الامريكيه برضه باي ذا واي، وقفت مكانه برضه يعني، فالراجل طلع كلمته عندها حقها. فهي السي بي اتش كيو لا شهاده باورفول، وزي ما بقول لكم هي مش شهاده سهله، وهي دي اهميتها. مش اي حد يعني، مش شهاده عبيطه يعني، اي حد ينجح فيها، تمام. مع ان في كويستشن بانكس وفي حاجات اسئله موجوده كتير، بس عايزه مخ. طيب الاوت لاين بتاع الامتحان، الامتحان بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ على اربعه مين كاتيجوري زي ما انتم شايفين كده. المانجمنت اند ليدرشيب، خلونا ناخد الدايجرام ده اسهل. شايفين الاورنج الكبير ده؟ دي اكتر اسئله عندنا في الامتحان، بيرفورمانس امبروفمنت، تمام. يليها الاثنين اللي هم الربعين دول، الانفورميشن والبيشنت سيفتي. الجزئين دول زادوا من اول 2012، يعني هم ما كانوش كتير كده. يعني البيشنت سيفتي ما كانتش تتعدى ال 12%، فزادت دلوقتي، ودي حاجه كويسه. اسئله السيفتي تبقى حلوه. اسئله الانفورميشن مانجمنت مضمونه، يعني تقدروا تجيبوا فيها اولموست الفول مارك، تمام. اكتر اسئله تريكي هي الليدرشيب، والحمد لله انها قلت، يعني هم زودوا السيفتي على حساب الليدرشيب، فالحمد لله ذاتس جود نيوز. الحاجه الثانيه الليتل بت تريكي هي البرفورمانس امبروفمنت. اسئله البرفورمانس امبروفمنت عشان نعرف نحلها محتاجين نقرا كتير، محتاجين نقرا كيسز كتير، تمام. نطلع، ما تاخدش معلومه كده وتسكت. خدت معلومه وحاجه كده مش فاهمها قوي، خش اقرا عنها وشوف جوجل، واندرفول. يا دوب بتكتب الحاجه واكتبوها زي ما انتوا عايزين، يعني قول كيس ستادي ان ريدوسينج ايرورز، ارغي زي ما انت عايز، بس المهم تكتب كي ووردز، تمام. هيجيب لك الحاجات دي. لا لا، البرفورمانس امبروفمنت بيتكلم على الميجرمنت اوف برفورمانس، الاناليسيس بتاعت انت بقى تعمل روت كوز اناليسيس، امتى تحتاج ان انت تكون تيم عشان تطور، انت تحتاج ريتيشن تيم، تمام. دي كلها امبروفمنت. الانديكيتورز يعني مثلا انا عايز اعرف انا عندي ايه ريت اوف سيرجيكال سايت انفكشنز، تمام. انا بعمل عمليات وفي بعد الجراحه ناس بيجي لها التهاب في الجرح، دي اسمها سيرجيكال سايت انفكشنز. انا عايز اعرف الريت اوف سيرجيكال سايت انفكشنز. طب ازاي تقيس ديت؟ لو انتوا عايزين تخيلوا كده معدل الناس اللي بيجي لهم سيرجيكال سايت انفكشنز بعد العمليه، تحسبها ازاي؟ الناس اللي جالهم انفكشن على توتال دخلوا الى سيرجري بالظبط كده، كم واحد انفكتد على كم واحد دخل جراحه، تمام. ده اسمه انديكيتور اللي قلته دلوقتي، ده اسمه انديكيتور، تمام. الانديكيتور ده عشان الناس تقيس بيه مظبوط لازم اعرف الناس الاول، يعني انت هتستعمل تشيك ليست مثلا ولا هتستعمل ايه عشان تكتب تأيد فيه البيانات. تاني حاجه هاو دو يو ديفاين انفكتد، يعني امتى اقول ان البيشنت ده infected patient، تمام. لو سخن ولا لو خدت عينه زرعتها وطلع ان هو عنده كلتشر مثلا، ولا لو انا لقيت في باس في الجرح، لازم تعرفني يعني ايه infected، والا كل واحد هيحسبها بطريقه، تمام. طيب هل كل الناس اللي دخلوا معايا جراحه دول ما انكلودد معايا، ولا في ناس اكسكلودد؟ يعني هل مثلا الناس اللي كانوا اصلا infected قبل ما يعملوا الجراحه دول هيدخلوا ولا لا معايا، تمام. ده بيبقى تعريف التيمز، يعني فاهم؟ يعني هي ما لهاش حاجات ستاندردايزد قوي. فده في الاخر هيديني رقم، طب الرقم ده طلع مثلا السيرجيكال سايت انفكشن ريت 5%. عارفين كده زي ما اقول لكم انا جبت في الامتحان 6.
سنس، it doesn't make sense. لازم اعرف يعني هل ده كويس ولا هل ده وحش. انا عندي infection rate 5%، طب does it make sense 5% ده حلو ولا وحش؟ محتاج اعرف ازاي ان 5% ده كويس ولا وحش، بناء على ايه؟ هتقارنه بايه؟ ستاندرد. تمام، او هتقارنه بتارجت انت جايبه من بنش مارك. بنش مارك يعني احسن مستشفى اشتغلت مثلا. انا مثلا كنت عامل حسابي ان التارجت ما يبقاش اكتر من 3 انفكشنز، بقى 5، تعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك لا، محتاج تعمل فيردر اناليسيس. ليه عندك 5 انفكشنز؟ هل الحاجات دي ريليتد لشخص، ريليتد لماتيريال معينه، ريليتد ليوم معين، ريليتد لتايب معين اوف بيشنتس؟ الكواليتي، عشان تبقى فاهم كويس الشغل كله داتا. الحته بتاعت الانفورميشن مانجمنت. انا اسفه يا دكتور، الصوت كان بيختفي، هحطه حاضر معاك كده. سامعني احسن دكتور عمرو؟ حضرتك سامعني كده احسن؟ الو الو الو، تمام اوكي. طيب الجزء بتاع الانفورميشن مانجمنت يا جماعه اللي هو بالبينك دوت، ده بيعلمك هاو تو ديل وذ داتا. تمام، ازاي بتعمل داتا، وازاي الداتا اللي معاك دي تعمل بيها ايه. تمام، احصى بقى وتشارتس وكلام من ده. تمام، ودي بتيجي اسئله في امتحان جميله جدا، اسئله الانفورميشن دي. طيب يبقى النولج ارياز زي ما اتفقنا هم الاربعه ارياز دول: امبروفمنت، انفورميشن، بيشنت سيفتي، وليدرشيب. ما حدش يحاول في الامتحان يصنف السؤال ده تبع الانفورميشن ولا تبع السيفتي، وما حدش يحاول يعمل كده، حلو بس. هي الاسئله كلها داخله في بعضها. بالظبط كده، دي الحاجات اللي هتغطوها طول الكورس. نفس البورشنز، ما اعرفش دكتور اسامه مقسمها ازاي، بس مفيش حد هيعدي من الكورس لما ياخد الكلام دوت. تمام، الديتيلز يعني امتى تعرفوا ان انتوا بقى خلاص انا الكورس ده تمام كده، او انا مذاكرتي دي تمام؟ افتحوا الهاند بوك اللي انتوا هتعملوا له داونلود من على السايت، هتلاقوا فيه كونتنت اوتلاين بالتفصيل، يعني هيجيب لك الليدرشيب تحتها ايه هيتسال عليه، الانفورميشن ايه النقط اللي هتتسال عليها. تمام، كل نقطه از كورسبوندنج لكويستشن في الامتحان. تمام، تقرا كل النقطه تقول انا فاهم دي ولا مش فاهمها، انا سمعت عن دي، طب انا دي مش واضحه بالنسبه لي، اخش اقرا وسيرش وادور. ما تسيبوش حته في الاوتلاين غير ما تفهموها. اوكي، ده الاسسمنت بتاعكم قبل ما تخشوا الامتحان، الاوتلاين. طب يا ترى ايه اللي ناقصني في دول، وتبداوا تدوروا عليه. طيب طبعا هنمتحن دلوقتي علشان احنا خدنا مذاكره كتير النهارده. احنا مش بنهزر هنا، انا جاي نمتحن. طيب ده بري تيست، مجرد كده يعني، عشان يعني انا بحب في اول المحاضره الناس تبقى زي ما كان على السيفتي، وكلمنا على الانفكشنز والانديكيتورز، خلينا نتكلم اوفر فيو كده الاسئله عامله ازاي، نفكر ونشوف احنا فين من الكواليتي وفين من الاسئله دي. طيب يلا، دكاتره اونلاين معانا برضو؟ يلا. Which of the following measures, which of the following measures provides patient outcome information؟ مين في measure يعني indicator، مؤشر. لسه surgical site infection دوت. مين في دول بيقول لي outcome data؟ ال healthcare acquired infection rate، nursing care documentation compliance، antibiotic therapy discontinuation compliance، equipment malfunction rate. عروستي ده ايه؟ طيب اولا انتوا فاهمين الاختيارات دي؟ هو بيقول لك مين في دول بيدل على الاوتكم، patient outcome. تمام، طيب healthcare acquired infection rate، معدل العدوى اللي بياخدها البيشنتس، دي outcome ولا لا؟ outcome صح. طيب nursing care documentation compliance، يعني ايه nursing care documentation compliance؟ الشيتس اللي بتكتبها، هل compliant يعني ايه؟ يعني مظبوطه زي ما احنا كنا متوقعين انها تكتبها، ولا ناقصها حاجات؟ يعني هل مثلا كاتبه الايدنتيفيكيشن بتاع البيشنت كويس؟ هل كاتبه عامله مثلا الفيزيكال اكزامينشن، او اللي بيسموها الايه؟ الفيتال ساينز بتاعت البيشنت، هل واخداها؟ مأيداها؟ تمام؟ هل مديله الدواء مع compliance بتاع الدوكيومنتيشن؟ طيب دي اوتكم؟ ايه رايكم؟ دي بروسيس هتتعلموا ان شاء الله في الكواليتي. في اول حاجات اللي اعتقد هتاخدوها هي السيستمز ابروتش. سيستم، المنظومه دي بتتكون من 3 حاجات: ستراكشر، الحاجات اللي انا بديها لك عشان تعرف تشتغل بيها، بروسيس، الخطوات اللي بتعملها عشان تعرف تشتغل، والاوتكم، النتيجه بتاعت الكير دوت.
اللي هو البيشنت اتعالج ما اتعالجش، مبسوط ساتسفاكشن بتاعه مش مبسوط. اوكي، فالنيرسينج كير دوكيومنتيشن دي بروسيس، دي حاجه انا بعملها بشتغل عشان اخلي البيشنت ده يخف. طيب انتي بايوتيك ثيرابي ديس كونتينيويشن كومبلاينس، ايه رايك يا دكتوره في الموضوع ده؟ يعني ايه انتي بايوتيك ثيرابي ديس كونتينيويشن؟ البيشنت كان بياخد انتي بايوتيك، ايوه، مش اوتكم، تمام. طب ده ايه؟ لا هو ده بروسيس، ده بروسيس، لان امتى البيشنت وقف الانتي بايوتيك بتاعه؟ هل وقفه في الميعاد؟ يعني كان المفروض ياخد الكورس مثلا اسبوعين، هل وقفه مثلا بعد اسبوعين ولا وقفه قبلها؟ تمام. هاو كومبلاينت، دي بروسيس. الخطوه الاوتكم، اتعالج ما اتعالجش، انفكتد ما مش انفكتد، تمام، ده اوتكم. طب equipment malfunction rate قد ايه؟ الايكويبمنت اللي بستعملها بتعطل، ده input structure، تمام كده، ده structure. يبقى هنا الإجابة هي one healthcare acquired infections. شفتوا الأسئلة سهلة إزاي؟ ناجحين إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده، the recipient of care is typically best qualified to evaluate which aspect of care. مين هو recipient of care دوت؟ ال patient mainly. ال patient recipient of care دوت احسن واحد best qualified to evaluate علشان يقيم which aspect of care، انهي care في دوت. aspect of care يعني خاصية العلاج اللي احنا بنقدمه له. يعني انت لما بتقدم علاج لل patient المفروض تقدمه مظبوط في ميعاده وكده. فدي aspects كتير هتاخدوا dimensions of quality دي، يعني هتاخدوها ان شاء الله في الكورس. ها دكتور عمرو بيقول لنا دي availability continuity efficacy respect and care. البيشنت هيقيم لنا انهي وجه من الكير دوت، دي respect and care. كل ما بتعامل بيشنت دي الحاجه البيشنت بيحسها. يعني حتى اقول لهم ساعات في دكاتره ما بيبقوش شاطرين قوي بس بيدردش مع البيشنت في وشه وبيسمع له، صح؟ تلاقي الدكاتره بتحبه اكتر من الراجل الشاطر. فالريسبكت اند كير من الحاجات ما يهموش بقى انت حاطط السجاده ايه في الارض ولا جلد ولا بتاع، هو يحب ان هو الشخص يبتسم في وشه ويكلمه. حته فيري يعني هيومن هيومنستيك. خلاص ريسبكت اند كير. طيب which of the following is the best definition of process؟ ايه هو تعريفكم للبروسيس؟ اقروا وقولوا لي. D, B, a series of steps that achieve a desired outcome. مظبوط، هي B مظبوط. مظبوط يا دكتور عمرو. هي الخطوات اللي بعملها علشان أحقق ال outcome بتاعي. ال outcome of care اللي هو ال patient treated ولا لأ، اللي بيسموه clinical outcome. ال patient satisfied ولا لأ، perceived outcome. و functional outcome اللي هو ال patient اتعالج بس يا ترى بيعرف يحرك دراعه ولا مش، اللي هو ال quality of life بتاعته. دي الثلاثة أنواع الأوتكمز اللي هتدرسوها. أوكي؟ أنتوا إن شاء الله هتخشوا الكورس تقريبا مخلصين. طيب كواليتي ليدرشيب، ليدرشيب يوزنج كواليتي. تكنيكال أسبكت أوف بروفايدنج كير، تكنيكال يعني إن أنت تستعمل تكنولوجي في إن أنت تكشف على البيشنت تشخصه. تكنيكال أسبكت أوف بروفايدنج كير process تبع البروسس، ان انا بستعمل التكنولوجي في انها تشخص او كده، تدي بروسس. طيب كواليتي ليدرشيب ان كونتراست تو مانجمنت باي ريزلتس، هتتعلموا هتاخدوا في الليدرشيب في المانجمنت اللي هو شابتر 2 في جانيت براون اللي انتم المفروض تقروه، هتتعلموا ان في طريقه قديمه للمانجمنت اللي هو ايه، يشوف النتيجه كويسه ولا وحشه وعلى اساسها اللي هو يبقى رياكتيف يعني، وعلى اساسها يصحح او يشتغل او كده. طيب الكواليتي ليدرشيب بقى اللي هي الليدرشيب باستخدام الكواليتي مانجمنت starts with which of the following، بتبدا بمين في دول؟ دكتور طارق معانا، انا عايز اشوف اجابه حضرتك دكتور طارق اونلاين. دكتور عمرو بيقول لنا دي الكواليتي ليدرشيب بتبدا بالكاستمر نيدز اند اكسبكتيشنز، ايه رايكم؟ مظبوطه؟ مظبوطه يا دكتور؟ طب ايه اجابه ثانيه ممكن نفكر فيها؟ return on investment.
return on investment، العائد على الاستثمار، الفلوس انا حطيتها جابت لي عائد profit قد ايه. ده الطريقه القديمه، تمام، اللي بنسميها الفورمر ميثود، الطريقه القديمه في المانجمنت. الطريقه الجديده هي ان انا بشوف الاول الكاستمر نيدز، تمام. يعني انا دلوقتي مستشفى فاتحه وانا عايز ادخل سيرفيس جديده، ممكن اقول بقى ايه، انا هعمل لكم رنين مغناطيسي مفتوح جديد في المستشفى، واو بقى، وابدا اعمل بقى اعلانات وماركتنج عشان تسوق للاوبن ريزونانس. دي طريقه قديمه. الطريقه الجديده بفكر الاول في الكاستمرز. طب حد يعرف يقول لي ازاي؟ ازاي بالظبط ايه المشاكل اللي موجوده دي؟ يبقى انا بشوف اكتر حاجه فيها مشاكل، والحاجه اللي الامبروفمنت اللي هعملها تكون بتحل لي مشكله، صح؟ طيب ايه كمان؟ لو انا عايز ادخل سيرفيس جديده وعايز اعرف الماديات، يعني انا هصرف كام وهتجيلي بعدها بقد ايه. دي الطريقه القديمه. المكان اللي احنا عايشين فيه ازاي بقى؟ احتياجات الناس ازاي؟ اللي هي ايه؟ سيرفي، صح؟ اقتراحات. ايوه البوكس ده الجميل ده، حد عمره حط فيه ورقه ولا بص عليه؟ بيعبي نمل بس مش اكتر. ها بالظبط كده، اعمل سيرفي. من ضمن الحاجات دي بنسميها داتا كولكشن تول، حاجه بنجمع بيها داتا. اعمل سيرفي، اعمل فوكس جروب، يعني هاتهم، هات شويه بيشنتس واجتمع معاهم وشوف هم نفسهم يعملوا ايه في المستشفى، النقصانه في المستشفى. ها يبقى انا سمعت من الكاستمرز وعملت برايورتايزيشن. عارفين ايه برايورتايزيشن؟ يعني بحط اولويه. يعني احنا مثلا عايزين دكاتره يقول لك احنا عندنا الاكس راي بويز، احنا عندنا عايزين نيرسات جديده، احنا مثلا الاوضه العمليات الحاجز بتاعها فيه مشكله، مشاكل كتير قوي. ممكن تشتري معاك 100,000 جنيه تشتري بيه، فلوس هنا ولا احط فلوس هنا؟ بريوريتي. برايورتي هتاخده تول اسمها باريتو في الانفورميشن ان شاء الله، ويقول لك ازاي بس تفكر في الاولويه، ازاي to prioritize your needs, your complaints, your improvement، كل الكلام ده. يبقى انا هنا بشوف ايه ال customer needs and expectations، دي ببدا بيها، وبعدين ببدا اعمل ال plan بتاعتي، ال strategic plan بتاعتي، الخطه الاستراتيجيه، وتاخدوا ال steps بتاعت ال strategic planning. دكتور عمرو، دكتور طارق، حضرتك رحت فين؟ انا مش شايفه اي اجابه لحضرتك. طب اديني بس اي اماره انك موجود معانا او اي حاجه، جزر طيب ولا اي حاجه. طيب question number 5، a surgeon's wound infection rate is 32%، جراح معدل العدوى عنده 32%. further examination of which of the following data will provide the most useful information in determining the cause of his infection rate. يعني انت لقيت ان الجراح المعدل infections عنده 32%، ايه الداتا اللي هبص عليها تاني علشان اعرف ايه سبب الانفكشن ريت ده عالي عنده؟ هل هبص على المورتاليتي ريتس، كام وفيات، الفاسيليتي انفكشن ريت، المعدل الانفكشنز في المستشفى كلها، اليوز اوف بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. عارفين ايه بروفيلاكتيك انتي بايوتيك؟ ايوه بالظبط كده. يعني لو مثلا بيشنت داخل يعمل عمليه بالظبط في جي اي تي مثلا، الجي اي تي اكتر بكتيريا فيها ايه، ايكولاي، كلوستريديوم، مش عارف ايه، فبيدوا له انتي بايوتيك ضد الايكولاي عشان تكفر فتره العمليه. لو ما عملش كده معدل الانفكشن هيبقى عنده اعلى. اوكي، يوز تايب اوف انستيزيا يوزد، نوع التخدير اللي خده. بي، لا بي الانفكشن ريت بتاعت الانفكشن. انا عايز اعرف السؤال عم يقول لي ايه، انا هبص على ايه عشان اعرف ال cause of the rate of infection. سي، هل استعمل prophylactic antibiotic ولا لا؟ دي من الحاجات اللي هبص عليها. هتتعلموا ان شاء الله في الكواليتي، في الامبروفمنت تحديدا، استعمال what is called the clinical practice guidelines. كل profession عندنا في الطب ليها guidelines. يعني مثلا المريض عنده arrhythmia مثلا، هعالجه ازاي؟ اديله يقول لك الاول دايريتك، وده يا ريت يكون لوب دايريتك مش سايزايد دايريتك، وكذا وكذا. طبعا الكلام ده مش هتاخدوه في البورد هنا، بس هتاخدوا ان في حاجه اسمها جايد لاينز، وان احنا محتاجين نمشي على الجايد لاينز دي، اللي هي زي الريسيرش ما بيقول. تمام، فالريسيرش بيقول ان المفروض قبل ما الناس تعمل ايه جراحه لازم تاخد بروفيلاكتيك انتي بايوتكس عشان تقلل الانفكشن ريتس بتاعتها. هتاخدوا انفكشن كنترول، يعني جاست كده منشن. باي ذا واي، انا قريت ان انتوا في الكورس هتاخدوا 6 سيجما،
مكتوب من ضمن الحاجات اللي في الكورس اللي انا قريتها يعني. السيكس سيجما مش مطلوبه في امتحان السي بي اتش كيو، يعني دي تذاكروها فور يور سيلف، تمام؟ انما مش مطلوبه في امتحان السي بي اتش كيو، يعني هنعرف بس الكونسبت بتاع السيكس سيجما، انما ما فيش اسئله تفصيليه في مجال السيكس سيجما في الامتحان ده، بس فور يور نوليدج. طيب in an inpatient stay specific patient conditions that are present on admission and require treatment during the stay. الحاجات البيشنت اللي بيجي لي بيتحجز في المستشفى دوت، تمام، لما بيبقى عنده مرض، تمام، مرض present on admission يعني ما هو جاي لي بيه اصلا ومحتاج treatment في خلال length of stay بتاعه، ده بنسميه ايه؟ complications, comorbidities, community acquired, healthcare associated. ايه رايك يا دكتور؟ ايه الحاجات اللي الامراض اللي بتبقى مصاحبه للبيشنت وقت دخوله؟ بي اور سي. جميل جدا ان احنا نفكر كده، نيكسكلود الحاجات اللي احنا مش عايزينها ونفكر ونلمت ما بين اجابتين، دايما تعمل له حركه ذات. خلاص انت كده جبت 50% من اجابه السؤال. طيب انت جميل، انت دلوقتي بتختار ما بين التو فعلا ايه answers، comorbidities ولا community acquired. طب يعني ايه community acquired؟ من الشارع، صح، خد انفلونزا من بره، انما قاعد عندي في المستشفى يومين بقى عنده انفلونزا، يبقى دي hospital acquired، تمام، مختلف. طيب طب الحاجه واخد يعني مثلا لو patient جاي لي بسكر ودايابيتك فوت او سكر وبيت سورز، تمام، دي كده حاجه موجوده عنده اصلا هو جاي لي بيها، دي بنسميها كوموربيديتي. انما هو كان جاي لي عنده سكر وقعد عندي 3 ايام ولقيت جاله قدره فراش، دي كده كومبليكيشن، تمام. الحته دي هتاخدوها يعني احنا بنديها في شابتر 1 مع الانشورنس، بس الحته دي مهمه في ايه؟ لان شركات التامين المفروض ان البيشنت لما بيدخل بيربطوه على كود معين، يعني هو مثلا عنده سكر سي مثلا هيبقى الكود بتاعه D3 دايابيتس مثلا يعني، خلاص المفروض لما يجي يخرج يبقى هو برده نفس ال D3، انما D3 بلس ألسر لا، دي ليها حساب غير دي، دي ما كانتش عنده اصلا، انما هو داخل لك دايابيتك سوري داخل لك دايابيتك ومعاه ألسر، انا عارف من الاول ده التكلفه بتاعته كام، ها. فالحاجات دي ممكن شركات التامين ترفض تدفعها، تعمل لك دينايل، يقول لك هو دخل بكود وانت مخرجوا لي بكود تاني، يبقى انت السبب في اللي حصل له دوت، انا مش هدفع حاجه زياده، تمام. الميديكال ايرورز يا جماعه فيري كوستلي، فيري كوستلي، اوكي، فخلوا بالكم. طيب يبقى دي هنا طبعا الحاجه اللي موجوده اون ادميشن ومحتاجه علاج هي الكو موربيديتيز. اتفضل يا دكتور. ممتاز جدا. طيب يعني انت بتسالي طبعا ليه الاول ما قارنوش بالفاسيلتي وبعدين اشوف هل هو دي اوريدي عملوها، ان هو لما يجي يقول لك انا في سيرجن معين الانفكشن ريت بتاعته عاليه، ده معناه ان هو عمل ستراتيفيكيشن ووصل له هو بالظبط. هو انت بتعملي حاجه اسمها بروفايلنج. بروفايلنج يعني ايه؟ بتقولي مثلا انا عندي دكتور A وB وC وD، اربع جراحين، خلاص البروفايل بتاعكم كل واحد دخل له كام بيشنت، واللينث اوف ستاي بتاع البيشنتس عندكم كام يوم، واحد البيشنتس بتاعته نفس التخصص طبعا، واحد بيقعد مثلا 3 ايام البيشنتس بتوعه، واحد بيقعد 5، ها. طب انتوا الدم اللي بتستعملوه قد ايه، الانفكشنز بعد العمليات عامل ازاي، الوفيات عامله ازاي، شايفين انت بتقارن دكاتره بداتا، عشان كده الكواليتي كلها داتا، انت بتقارن، ما بقاش بقى ايه واحد احنا بنحبه فنخليه او واحد احنا مش متضايقين منه فمشيه، لا ده داتا بتاعتك هي اللي بتتكلم عنك، تمام، حتى لو انت غلس هي الداتا بتاعتك خلاص، تمام. فهنا عملوا بنسميها ايه ستراتيفيكيشن للداتا، ووصلوا ان ده هو اللي عنده مشكله، فهو السؤال اوريدي عند القصه دي، تمام. طيب which of the following، سؤال حلو يا دكتور، which of the following is an example of never event او sentinel event. مين في دول never event؟ عارفين ايه never event؟ طب عارفين يعني ها ما حصلش قبل كده. طيب عارفين يعني ايه adverse event؟ bad event. زي ايه؟ ده سنتينال ايفنت، حاجه ما ينفعش تحصل، ما ينفعش يبقى عندي بيشنت والاقيه خد رباط الجزمه وعلق نفسه في الاوضه انتحر، نيفر ايفنت. ما ينفعش يبقى عندي محمد داخل يعمل عمليه زايده
ومدخله عمله عمليه لوز. ما ينفعش نيفر ايفنت. ما ينفعش بيشنت يعمل مثلا اي حاجه خليها في الزايده وقوم ناسي الجفت جوه بطنه، ولا ناسي الفوطه جوه بطنه، ولا ناسي الكلامب جوه بطنه. ما ينفعش تحصل نيفر ايفنت دي نيفر. يعني عندنا طبعا كاجوال ايفنت اتكلموا في ايه. ده هو ده الاساس بتاعنا. ما احنا اللي هنسترزق منين يا دكتوره؟ مش لازم نسيب فوطه ونرجع ناخدها وبتاع. مثلا مثلا على فكره الكلام ده احنا لما تلاقي مستشفى يقول لك انا مورتاليتي ريت عندي 0%، مفيش حاجه اسمها كده. انت عندك مورتاليتي وما تخبيهاش، انت كل الناس عندها مورتاليتيز. الفكره هل المورتاليتي ويذن رينج ولا لا؟ انفكشنز يقول لك انا الدنيا عندي زي الفل، ده انا عندي مش محتاجين ولا كراتيا وبتاع، ده انا الدنيا اللي بيغلط بقطع رقبته، تعرف على طول عنده بلاوي على طول. اللي بيغلط بقطع رقبته ده تعرف ان هو عنده كوارث في الاورجنايزيشن بتاعته. There are errors. الكلام ده انت الكيس ستاديز لو دخلتوا ودورتوا على حاجات دي هتلاقوها موجوده بره عادي جدا. ها وبيحاولوا يحلوها، هو ده اللي احنا بنقوله. ريبورت الايرورز عشان تعرف تحلها، طول ما هي مستخبيه تحلها ازاي؟ فده حقيقي الكلام ده موجود. طب هو بيقول لك هنا مين في دول؟ نيفر ايفنت. تاني هقول نيفر او سنتينال، خلينا بقى في الكلمه الصح اللي المفروض ناخدها في الكواليتي، سنتينال ايفنت حدث جلل. ها السنتينال ايفنت لو حصل عندي واحد بس تمام، لازم اعمل عليه روت كوز اناليسيس. يعني ايه روت كوز اناليسيس؟ اشوف فين الروت كوز اساس المشكله واحله. هو في سطح المشكله وفي اساس المشكله. بيشنت اتنسى في بطنه فوطه، هقول الدكتور ما خدش باله، اول حاجه بنعملها صح ادوله تريننج او قول له خلي بالك المره الجايه، ده مش كواليتي لان مش هو ده الروت كوز. انت خدت الايرور اللي باين لك تمام، الكوز الحقيقي هو اللي انت هتقعد تدور عليه. ليه ساب فوطه في بطن العيان؟ اقول لك انت المفروض بتعد قبل وبتعد بعد. انا داخل العمليه بسبعه سبونجز، بعد العمليه هلاقيهم سبعه سبونجز، لقيتهم سته ادور عليها. فاهمين ازاي؟ فلو حصل عندي واحد بس لازم اعمل له اناليسيس وهو 0%، يعني ما ينفعش يحصل عندي. اوكي طيب مين في دول بقى سنتينال ايفنت؟ بي اور دي. بيشنت فول ذات ريزلتس ان ا بروزد تيل بون، جات له كدمه. بيشنت سويسايد ان سايكاتريك وورد. طبعا هي دي زي ما انا اعتقد قلت الاكزامبل وانا بتكلم، اعتقد دايما بعمل فيهم الحركه دي. هو طبعا السنتينال ايفنت حاجه من اثنين، death involving death او serious injury تمام، حدث يعني عمل disability للبيشنت، كسر له عظمه الحوض تمام، ادينا الواحده بيبي. انت طبعا انت تبقى قاعد معانا في الكواليتي بس اكيد فهمت طبعا ان انت تدي بيبي لام مش بتاعها، دي بتحصل على فكره. ام ولدت بيبي وواحده ثانيه ولدت، راحوا بدلين الاطفال مع بعض، ده سنتينال ايفنت بس سايكولوجيك سيفير سايكولوجيكال انجري. تمام دي ما ينفعش تحصل عندنا. يبقى هنا الاجابه دي. طب امتى اقول ان البيشنت فول؟ البيشنت فول دي بنسميها ادفرس ايفنت، يعني حدث وحش، يعني اذى البيشنت، اذى موته ولا اذى عمل له اعاقه، هو ورث وخد ورم يعني كدمه ورم. او الميس دوز، نسينا ندي الراجل الانتي بايوتيك في ميعاده، حاجه بسيطه. او جات له مثلا فيفر بعد الترانسفيوجن انما مات ما ينفعش. طب سؤالي امتى اقول ان البيشنت فول سنتينال ايفنت؟ بروكن بون او هيموت. في بيشنتس بتقع تتزحلق كونكشن هيموريج انترنال هيموريج مثلا. في الساعات في الكورسات بدي كيس ستادي على بيشنت في قصه الفول دي، خشوا على اليوتيوب، من الحاجات الظريفه قوي دي موجوده دلوقتي غير جوجل، اليوتيوب. خشوا اكتبوا اي حاجه انتوا نفسكم تتفرجوا عليها، اي حاجه علميه يعني، يعني اكتبوا مثلا patient fall in healthcare، خشوا شوفوا case studies. هتلاقوا في حاجات وهتلاقوا في technologies موجوده دلوقتي واو. يعني انتوا ازاي ما بنستعملش الحاجات دي عشان نقلل نحافظ على patients؟ طبعا الحاجات دي يعني budget، بس اللي على الاقل اللي معاه الورقه والقلم ومعاه staff مدرب هيعرف يعمل الكلام ده برضو، الموضوع مش حدث يعني. طيب يبقى هنا الاجابه A patient suicides in psychiatric ward del sentinel event. سهله الكواليتي؟ ظريفه صح؟ لوجيك ما فيهاش حفظ كتير الكواليتي على فكره، هي كلها لوجيك يعني كلها تفكير وكده يعني. طيب يوتيلايزيشن مانجمنت اسسمنتس
measure. أولا يعني إيه utilization measure. عارفين حد يعرف يعني إيه utilize؟ عارف يعني إيه utilize يا دكتورة؟ أيوة. استخدام، استغلال الموارد بتاعتك. طب هو أنا إيه الموارد اللي عندي؟ وأنا دلوقتي أنا دكتور في المستشفى، حضرتك دكتور أطفال. إيه الموارد اللي عندك في المستشفى؟ برافو عليك. equipment أجهزة أنا بستعملها، تحاليل أنا بكتبها، صح؟ staff شغال معايا، staff ده عنده time وعنده effort، صح؟ ما ينفعش إن الحاجة بدل ما أعملها مرة أخلي الناس تعملها مرتين وثلاثة، بضيع وقتهم وبضيع مجهودهم على حساب patient تاني، صح؟ دي كلها utilities عندي في الorganization، مش بس فلوس، هي effort وtime وmaterial وحاجات كتير. فutilization management one function of quality بنستعملها في الكواليتي علشان نليمت الحاجات اللي ملهاش necessity. يعني مثلا هتلاقوا اغلب، طب حد يعرف ايه الادويه اللي دايما بيستعملوها في المستشفيات بهبل كده؟ وانتيبيوتكس، وايه كمان؟ هما حاجتين، والانالجيسكس، البين كيلرز، من اكتر الحاجات اللي دايما بيستعملوها اوفر يوتيلايزيشن. تمام. السيزيريان سكشنز، كتير جدا من السيزيريان سكشنز ملهاش اي ميديكال نيسيسيتي. تمام. فاليوتيلايزيشن مانجمنت تقول لك ايه ازاي تعمل ريفيو، تمام، وتشوف الكيس دي كان في ميديكال نيسيسيتي ولا لا، يعني هل كان في لازمه انه يدخل يعمل عمليه زايده؟ طب انا هعرف ازاي؟ يعني انا بتاع كواليتي، ازاي اخلي الاورجنايزيشن تعمل تقول انا هعمل ادميشن للبيشنت ده عشان يعمل زايده؟ مظبوط. ايوه، تحاليل. يبقى ده معناه ان انا محتاجه اقول كرايتيريا، صح؟ البيشنت ده ما يعملش زايده الا لو الليوكوسايت بتاعته كذا، او لو الفيزيكال اكزامينشن بتاعه كذا، لو الالترا ساوند كذا. بالظبط، تطبيق الجايد لاينز. عشان كده بنرجع نقول تاني ريسيرش ايفيدنس بيست. ها، نفس الكلام سيزيريان سكشن، امتى تحتاج في كرايتيريا تخلي بيها البيشنت يعمل، في كرايتيريا تخلي بيها تعمل كاثيتر. تمام، مش اي واحد يعمل كاثيتر، مش عشان اخد منه فلوس وخلاص. انت مش فاكر ان يعني ما تتخيلش ان ده مكسب ليك، اديني باخد منه 2000 جنيه ولا بتاع. تفتكر انا كده بكسب ولا بخسر؟ ليه بخسر؟ عند البيشنت، صح كده؟ سمعتي. هيقول لك دول حرام، دول حراميه، اوعى تروح المستشفى، ده هيحجزوك، هيعملوا لك اي تحاليل وياخدوا منك فلوس وانت ما عندكش حاجه، بتحصل كتير. ها؟ فانت بتلوز. هتاخدوا في المانجمنت، في الليدرشيب، في الشابتر بتاع الليدرشيب، هتاخدوا تول بنقيم بيها الاستراتيجيك بلان بتاعتنا، استراتيجيك بلان، الخطه الاستراتيجيه اللي مجلس اداره المستشفى بيحطها لمده 3 سنين. كانوا زمان المكسب والخساره بالنسبه لهم فلوس. يعني انا حققت بروفيت، حققت ماركت شير، يبقى انا ماشي صح. ما حققتش ماركت شير، يبقى ماشي غلط. فلقوا ان القصه دي مش مظبوطه، ان انت ممكن تكون بتحقق فلوس بس الكاستمرز بتوعك متضايقين، البروسيسز عندك بايظه، الستاف بتاعك لا بيتعلم ولا بيستفيد، ومن ساعه ما اتخرج وهو بنفس النوليدج، والناس كلها بقى عندها تكنولوجيز. تمام. ففي حاجه سموها بالانس سكور تول كده، فيها انديكيتورز بتقيم الاربع حاجات دول، مش بس الفاينانس، لا ده الكاستمر ساتسفاكشن والانترنال بروسيس. دي انا زي بقول لكم النهارده محاضره كده تنفع ريفيجن للناس داخله امتحان يعني. طيب اليوتيلايزيشن مانجمنت اسسمنت ميجر ايه؟ اليوتيلايزيشن مانجمنت هتقيس ايه؟ هاو براكتيشنرز يوتيلايز بيرفورمانس امبروفمنت داتا، ازاي بيستعملوا الداتا؟ ذا يوز اوف سيرفيسز بروسيجرز اند فاسيليتي ريسورسز. Measures how employee utilize outcomes and manage daily responsibilities, and measures the use of high risk equipment and the level of risk. B, so the use of services, procedures and facility resources. Utilization management, التحاليل اللي بتعمل من غير لازمة، الأدوية اللي بتاخد من غير لازمة، العمليات، الناس اللي بتتحجز من غير لازمة، دي كلها تبع utilization management. وهتاخدوا ازاي بتعمل utilization management، هتاخدوا لها steps، تبقوا فاهمين كده. يعني انتوا هيقابلكوا utilization management، risk management، case management، functions كتير، تبقى فاهم كل واحدة دي بنعملها ليه، حاجة بنعملها ازاي. بصوا انتوا علشان تذاكروا لازم يبقى في دماغكم في الباك المنهج ده، لازم يترك جراوند بتاعتك عبارة عن سكيما كده. تمام. السكيما دي بتعمل لها adding وديليتنج للحاجات، بس انت لما تفكر لازم السكيما دي كلها في دماغك، هي دي الحاجات اللي هتفضل معاك لغايه الامتحان، هتحفظ وهتقرا كده شويه، هتخش في الشورت ميموري وهتنسي. اللي بيقعد في اللونج ميموري بتاعتنا هي السكيمز. قدرتك كل ما تبقى قادر ان انت تغير في السكيما دي ويبقى الدنيا واضحه قدامك، تبقى فاهم انت بتتكلم في ايه،
فاهمين؟ ما تخشوش في تفاصيل وتسرحوا، خلوا الدنيا دايما العناوين الكبيره وعدلوا تحتيها. تمام، دي طريقه هيلبفول للمذاكره وهيلبفول للتريننج. لازم نعتمد على كده، ان انت تعتمد على السكيم مش على الشورت تيرم ميموري، مش هتفضل. اوكي، فخلوا بالكم الموضوع ده. طيب يبقى احنا هنا، يبقى اللي فاتت دي utilization of resources. Which one of the following is not a patient safety goal of the JCI؟ اولا تسمعوا عن ال JCI؟ تسمع عن ال JCI يا دكتورة؟ عنها قبل كده حد يسمع عنها؟ طيب ال JCI دي اسمها ال Joint Commission International، دي هيئة اعتماد دولية. تمام؟ بتيجي لمستشفيات تقيمها على ستاندرد معينة. انت بتعمل مثلا assessment للبيشنت وقت الدخول؟ انت بتراعي البيشنت رايتس؟ انت في الجراحه بتعمل كذا؟ تمام، وليها كذا فانكشن، وبييجوا يقيموا الستاندرز ويشوفوا انت هاو كومبلاينت. لو كومبلاينت بتاخد شهاده ان انت جي سي اي اكريديتد، يعني بتشتغل بجوده. تمام، طيب الجي سي اي دي كانت منزله حاجه اسمها بيشنت سيفتي جولز، ده جزء السيفتي بتاع كلها تاخدوه. مين في دول نوت ستيتد باي جي سي اي؟ طب انا مش عارف الجي سي اي ومش عارف الجولز بتاعتها، هدور على ايه بالظبط؟ حاجة غلط يعني، حاجة بايظة. مين في دول حاجة بايظة؟ دي. مين رأيه تاني؟ دكتور عمرو، رأي حضرتك ايه؟ دي دكتور عمرو، رأي دي. دكتور طارق، دكتور طارق مش معانا تقريبا. ايوه دكتور طارق، اكتب لي احسن، مش سامعك خالص. طيب تعالوا نشوف كده الجولز اللي مكتوبه. ريموف الكونسنتريتد الكترولايتس من البيشنت كير يونت، الحاجات المركزه، الانسولين مركز، بوتاسيوم كلورايد، مانيتول، ابعدها، ده مظبوط. تمام، سيرجري تشيك ليست فور بروبر دوكيومنتيشن اند وركينج اكويبمنت، قبل ما ابدا جراحه يبقى في تشيك ليست. تمام، الحاجات موجوده ولا لا، شغاله ولا لا، متعقمه. تمام، الجوينت كوميشن قالت كده. بري سيرجري تشيك ليست ان ده كوركت بيشنت، كوركت بروسيجر، كوركت سايت. الوحيدة اللي غلط هي دي فعلا. Establish communication relying on verbatim orders. عارفين يعني ايه verbatim؟ verbal. تمام، ادي البيشنت 50 سنتي بنسلين. طب لو هي حاجة كيري يعني critical، ما اخدش ال verbal order ده ولا اخده؟ طب واخده ولا لازم اتأكد من حاجة؟ انا هاخده فعلا بس under the condition. عارفة يا دكتورة؟ هكتبه عندي واقراه، يعني اديله كذا كذا، اكتبه وانا بسمع معاه واقراه له، اقرا له اللي انا كتبته. ليه بنعمل كده؟ تاكيد، لان في حاجات بنقول عليها لوك لايك ساوند لايك. تمام، في ادويه بتبقى شبه بعضها في الاسم. لو انا خدته بالشبه كده انا هغلط. يبقى انا بقراه تاني وبقوله له بالظبط، يعني كذا كذا. ولو هو معايا، لو هو فيربال اوردر والدكتور معايا، بوريه له يمضي لي عليه. تمام، طيب تفتكروا الجوينت كوميشن جابت الجولز دي منين؟ على فكره هم اكتر، هم 6 جولز انترناشونال جولز، 6 جابوا الكلام ده منين؟ يعني اشمعنى نخلي الكونسنتريتد اكسرايز بعيده وبلاش الفيربال اوردرز وبلاش ليه؟ بالظبط كده، كانت الحاجات دي ريبورتد ليهم. تمام، وبناء عليه كانت سنتينل ايفنتس وريبورتد ليهم وخدوا اكشنز وبيعمموها في كل المستشفيات. فدي جوينت كوميشن، يبقى هنا الوحيدة طبعا هي relying on verbal orders. طيب آخر سؤال، nurses and pharmacists are encouraged to report medication errors upon first knowledge of occurrence. إن الناس المفروض تبلغنا بالأخطاء أول ما تحصل. What is the most important thing that the organization can do to support them in this effort؟ الorganization تعمل إيه؟ أعتقد السؤال ده ممكن يبقى سهل بالنسبة لكم. انستيل يعني تقيم او يعني توجد، يعني كرييت. انا دكتور عمرو، الحروف كترت عندي ما بقتش عارفه ده انهي سؤال، المفروض تكتب لي قبل الرقم، يعني قبل الاجابه الرقم. طيب قول لي، انا بص اهو دلوقتي، اكتب لي على طول الاجابه ايه. نو بليم. تمام، ها ايه رايكم؟ نو بليم، نو بليم، مظبوط جدا. انستيل ا كالتشر اوف نو بليم، ما نقعدش نقول للناس شفت بقى انت غلطان، انت مش مركز، يبقى فتح بقى المره الجايه، يبقى خلي بالك هتتحرج، مش هيقول لك حاجه تاني. دي اهم حاجه. اوكي، طبعا السي بي او اي او الكمبيوترايزد ديسيشن اوردر انتري
دي من التكنولوجيز اللي هتاخدوها في جزء البيشنت سيفتي، بتساعد على السيفتي زي الباركود وزي كده. طيب عنده اي سؤال عن محاضره النهارده واي تعليق؟ حد عايز يستفسر عن حاجه لسه مش عارفها؟ دكتور عمرو حضرتك معانا اونلاين لو عايزين تسالوا على اي حاجه. دكتور طارق كمان. هو حضرتك دكتور طارق حضرتك معايا؟ هو انا الفكره ان انا صوت حضرتك لما بتتكلم لفتره اطول ما بيبقاش واضح بالنسبه لي، فانا هستاذنك لو تتعب حبه شويه نفسك وتكتب لي الحاجات دي على الشاتنج بوكس، خد وقتك وانا هستناك لان الصوت مش هيبقى واضح عندي. طيب بالنسبه للناس اللي جت متاخر، خلينا نبدا في اللي مش عارفه انتوا جيتوا من اول هنا تقريبا صح؟ طيب انا اسمي انجي عبد الرؤوف، دي اهم حاجه تعرفوها اصلا. طيب بالنسبه للمحاضره احنا كنا بنقول ان احنا اتكلمنا على حاجتين، الكورس اللي بتاخدوه وعلى شهاده سي بي اتش كيو، وقلت لكم ان انتوا اختيار مظبوط ان احنا نبدا نتكلم في الكواليتي لان دي الموضه اللي موجوده في كل الهيلث كير اورجانيزيشنز، مش بس في مصر، في السعوديه وفي امريكا نفسها. ف يعني يو هاف ميد ذا رايت ديسيجن. وقلنا ليه هيلث كير كواليتي؟ لان نسبه الاخطاء الطبيه بقت كتير قوي، لان امريكا فيها احصائيات، فدي الحاجه اللي احنا عرفنا نجيبها. امريكا فيها حوالي 100,000 بني ادم بيموتوا سنويا من الاخطاء الطبيه، والاخطاء الطبيه دي بريفنتبل، تمام؟ والكلام ده نزل في ريبورت اسمه تو اير از هيومن. الكلام ده هتاخدوه على فكره، يعني انتوا هتاخدوا، مش هتاخدوا كل الاحصائيات دي، هتاخدوا بس نمبر 2. ان في اكن في طياره جنبه بتقع كل يوم، اكن في طياره جنبه فيها 275 بني ادم بتقع يوميا. شوفوا انتوا لما طياره بتقع الدنيا بتقلب ازاي. اهي الهيلث كير فيها المشاكل دي برضه، فيها اكن طياره بتقع كل يوم، ناس يوميا ان انا نسيت في بطنه حاجه او لخبطته مع بيشنت تاني او وقع مني اتكسر او مش عارف ايه. ده غير الكوست طبعا، في عمليات بتتعمل من غير لازمه حوالي 7.5 مليون عمليه، في بيشنتس بتتعالج يوميا من غير لازمه، تمام؟ الحقيقه في اهدار جامد، يعني انا لسه حتى كنت في حد بيحكي لي امبارح مصروف له، هو بياخد دواء ضغط واتصرف له دواء تاني بالغلط، مش عارفه كابوتين وحاجه زياده معايا. فبقول له خلاص يعني رجع لهم الدواء الغلط وقول لهم ان انت، يقول لك لا ما ينفعش ارجعه، هم بيقولوا صرفوه وطلع واتأيد وما ينفعش يرجع تاني. طبعا مهزله، يعني ان انت الدواء يترمي في الزباله علشان بس انت كتبته مش عارف تطلعه. ورق بقى فخليه بقى معاك احسن، ان هو خليه بس خليه معاك احسن. بالظبط، بدل توجعنا قلبنا والبضاعه المباعه لا تراد، ماليش دعوه بقى خده واعمله، حقيقه حاجه مؤسفه جدا. طيب يبقى احنا عايزين الهيلث كير كواليتي عشان نقلل الميديكيشن ايرورز. سوري مش الميديكيشن، على فكره لازم تفرقوا بين الحاجتين دول. ميديكيشن اخطاء جايه من الادويه، تمام؟ انا بتكلم على الميديكال ايرورز، كل حاجه ميديكيشن، سيرجري، بروسيجرز، كل حاجه. انشور سيفتي، انا عايز يعني دو نوت هارم، دي تبقى اكبر حاجه في دماغي، دو نوت هارم ذا بيشنت، ده هدفي، تمام؟ مش هدفي سمعتي ولا الايجو بتاعي، ولا لو هتيجي على خساره البيشنت في صحته لا. يعني كتير جدا من الصيادله اسالهم لو انت جات لك روشتة والدكتور خطه فيها مش واضح، تمام؟ وطبعا ده اساسي، يعني بتعمل ايه؟ بالظبط، اصرف له اي حاجه ومشي. للاسف في ناس بتعمل كده، وفي ناس يقول لك لا انا بسال التكنيشن. انتوا عارفين التكنيشن ده بيبقى دبلوم تجاره مثلا او حد كده، يعني مش صيدلي خالص، وبيبقى عارف طبعا. انا يعني اتعلمت، ولا يعني لا انكر هذا، عم محمود حبيبي، يعني عم محمود، لولا عم محمود كنت تهت في الصيدليات ديت. عم محمود راجل خبره، بقى له شغال في مستشفى في الصيدليات بقى له كتير جدا، لدرجه ان هو بقى احسن من الدكاتره. يعني هو لما بيقرا الروشته بيعرف في حاجه ناقصه، الدواء ده ما كتبش ليه، لازم يتكتب. هو لا عارف ميكانيزم دواء ولا عارف دواء بتاع ايه، بس هو بيعرف يقرا. فما تتكسفش لو هي جت على الايجو بتاعك ان انت بس ايه، يعني حاجه حس ان انت لا ما يصحش وانا صيدلي واسال تكنيشن وبتاع. لا، لو انت حاطط في دماغك دو نوت هارم بيشنت يبقى تفكر كده، هتسال. فانا عايز ازود البيشنت سيفتي، اي وانت تو ساتسفاي ماي كاستمرز، انا عايز البيشنت يطلع عندي مبسوط. انا مش عايز، انتوا عارفين ان عارفين الساتسفايد كاستمر بيطلع يحكي لكام واحد؟ طب عارفين الانساتسفايد بيحكي لكام واحد؟ العكس بالظبط كده. يعني لو انا ساتسفايد هطلع اقول لواحد او اتنين انا الحاجه دي جميله قوي.
انما لو انا متضايق هفضحك. اي واحد بقابله اوعى تروح المعمل ده، ده هم ما بيفهموش حاجه، ده ضحكوا عليا وعملوا وسووا، ممكن تبقى مشكله بسيطه. فخلوا بالكم، يو هاف تو ساتسفاي الكاستمرز، مش بس عشان يتكلموا عننا ويعملوا ريبيتيشن كويسه. على فكره الريبيتيشن دي نون تانجبل اسيت. عارفين يعني ايه اسيت؟ اسيت كابيتال، يعني راس مال، يعني راس مال زي الفلوس اللي انا حطيتها في المستشفى بالظبط، زي ملايين جنيه اللي حطيتها في المستشفى. الريبيوتيشن واسم المستشفى ده نون تانجبل اسيت، يعني حاجه غير ملموسه. وعشان كده لو في مثلا يعني لو شركه بيبسي جت تبيع بيبسي غير شركه عرب كولا، صح؟ ده اسم وده اسم، ده الاسم ده بفلوس لوحده. طيب الاوبتمايز، يبقى ساتسفاي اور كاستمرز، مش بس عشان الريبيوتيشن، علشان احنا خايفين على صحتهم، عشان الانسان ده احنا عايزينه يعيش، عايزينه يخدم المجتمع وينتج وينمي، مش بس عشان يقول لنا عندنا كلمه واحده حلوه او ناخد منه فلوس. اوبتمايز ذا يوز اوف ريسورسز، يبقى انا مش عايز لما تاخدوا الكواليتي تعرفوا ان احنا بنعمل حاجه مظبوطه. يبقى انا البيشنت اللي دخل عندي وعملت حسابي ان هو قبل العمليه ياخد انتي بايوتيك، فهو ما جالوش انفكشن فمشي بعد 3 ايام، خلاص. ما عملتش كده، البيشنت جاله انفكشن، بدل ما قعد 3 ايام قعد قد ايه؟ 15 يوم بالصلاه على النبي، تمام. بيشنتس واكتر كمان، وبيشنتس كتير مستنيه، ما فيش سراير فاضيه، كله ويتنج اهو، ما فيش سراير فاضيه. فمستشفيات الاستثماري يقول لك يا عم ما تسيبه يا عم، هو منورنا، هو اليوم بناخد منه فلوس حلوه، صح؟ ده مش مظبوط، لان انت بتلوز اللويالتي بتاع الكاستمر بتاعك، تمام. البيشنت ما بيثقش فيك، مش فكره ان هو قاعد وخلاص، هو حاسس ان انت عملت له مشكله، وهو ما فيش بيشنت بيحب يقعد في مستشفى، الناس عايزه تروح، تمام. الناس اول ما بتيجي وهتاخدوا الكلام ده، في حاجه اسمها ديسشارج بلاننج، خطه خروج البيشنت ده. وانس ان قلت ادميتد لازم افكر هيطلع بعد قد ايه ومحتاج ايه في فتره وجوده، ها؟ مش بنسيبه ونبقى نعدي علينا نقول له هيطلع امتى. حاجه ماساه والله العظيم. انا عندي بيشنتس، في واحده من قريبتنا ربنا يحفظنا جميعا، يعني جالها كانسر، بريست كانسر في الايام اللي فاتت دي. الست مش عارفه هي عندها ايه، ولا اهلها عارفين، مع ان اهلها واحد صيدلي، ها، وواحد دكتور مسالك بوليه، متخيلين؟ يعني اطباء يعني، لا عارفين الجراحة اللي اتعملت دي شالت يعني الورم كله، ولا سابوا فيه حاجة، ولا هي محتاجة جراحة تانية، ولا نكمل كيمو ثيرابي. طب لو كيمو ثيرابي هتقعد قد ايه؟ مفيش، يعني هي بتتساب كده، يعني يعني حسب تسهيل ربنا مفاجأة. الدكاترة نفسها تقريبا مش عارف، لما يجي حد خلينا احنا بس ظبطين، يعني حد يحصله ريكارنس اقل من 3 شهور، حاجة غريبة، مش حاجة طبيعية يعني. طيب تاني حاجه اتكلمنا عليها على الكورس، هو دي اول حاجه، كورس هدفه ان هو يجهزكم امتحان السي بي اتش كيو، 14 محاضره مره في الاسبوع. الامتحان السي بي اتش كيو اختصار لسيرتيفايد بروفيشنال ان هيلث كير كواليتي، منح من البورد دي الاتش كيو سي سي، تمام. الاتش كيو سي سي دي هي عن انها تدي امتحانات السي بي اتش كيو، هي اللي بتنظم الامتحانات والسيرتيفيكتس وكده. دي تبع لمين؟ تبع مؤسسة بتجمع كل الناس السيرتيفايد في الجودة في الهيلث كير كواليتي، اسمها ان اتش كيو، ناشونال اسوسيشن اوف هيلث كير كواليتي. وناشونال لانها جوه امريكا، اي حاجه جوه امريكا اسمها ناشونال، تمام. المفروض بقى يغيروا اسمها لان بقى فيها كل العالم دلوقتي، ودي نون بروفيت. الامتحان بيبقى 140 سؤال ام سي كيوز، كل الامتحان ام سي كيوز، بيتحل في 3 ساعات 3 اورز. الامتحان بيبقى 125 سؤال عليهم درجات، 15 سؤال بري تيست. يعني انا لما بيجي بدخل الامتحان شاشه الكمبيوتر كده، الامتحان بيبقى كمبيوتر بيزد، الامتحان بيتفتح ببدا احل ام سي كيو زي اللي احنا حليناه دلوقتي، بختار الاجابه نيكست، بختار الاجابه نيكست. كام مره هعمل الحركه دي؟ 140 مره. انا وانا في الامتحان مش عارف هل السؤال ده عليه سكور ولا مش عليه سكور، ما نعرفش، تمام. مش حاجه معروفه بالنسبه لنا، بس النتيجه اللي تطلع لي في الاخر هو 125 بس. هم بيشيلوا بقى الاسئله ال 15 دول وبيحسبوا لك ال 125 بس. زي ما قلت لكم محدش يحاول في الامتحان يقول هو السؤال ده تبع الليدرشيب ولا تبع الامبروفمنت، حلو بس فكروا في السؤال بس. الامتحان الاسئله بتبقى 3 انواع اسئله، في اسئله الجزء الكبير بتاعها ابلكيشن، يجيب لك حاله زي الفيزيشن اللي كان عنده انفكشن ريت، ده سؤال ابلكيشن، تمام.
السؤال بتاع الجوينت كوميشن مين في دول مش سيفتي جول، ده سؤال ريكول تسميع. يعني انت عارف الجولز ده مش هو مش قايلين كده، قايلين ما تعتمدوش على الفيربال اوردرز، ده سؤال ريكول مباشر مش محتاج اي ابلكيشن. وفي اسئله اللي هي الاناليسز اللي هي بيديك داتا ويقول لك فكر فيها. تمام، انت عندك احنا طورنا مثلا اغلبها بتبقى جرافس مسائل. نعم، انت صرفت 10,000 جنيه وجبت جهاز اكس راي، ايه الكوست بنفيت اناليسز بتاعك؟ تمام، طب الريتيرن بتاعك هيرجع لك امتى؟ في اسئله شويه حاجات فاينانس كده شويه، بس حاجات بسيطه قوي يعني. فاينانس انا نفسي بقى يزودوها حبه، لان يعني لما بييجوا يشتغلوا بيبقى الجزء ده الليدرز بيبقى برضو فلوس حاجه مهمه بالنسبه لهم، فنفسي يزودوا حته الفاينانس شويه. بس ده يعني ده اللي اعتقد ان انتوا وقفتوا عنده، الا لو كان عندكم اي other question يعني. طيب حد يسالني في اي حاجه؟ انا سعيده بمعرفتي بيكم، اتمنى ان شاء الله الكورس ده يبقى جميل. زي ما بقول لكم تقروا، ما تعتمدوش على هاند اوتس ومذاكره كده ونسطر في الورق، خليكم اوبن مايندد ودوروا. تمام، وسيرش. ربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا لكم يا دكاتره، ميرسي حضرتك. شكرا دكتور عمرو، دكتور طارق، متشكره لكم.